بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم بليغ وكتابة. كل عام وحضراتكم بخير. أيام عظيمة مباركة مفترجة، أيام الغفران والتوبة والرحمة، أي ليلة عرفة وغدا العيد، عيد الأضحية. إبراهيم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. حلقة الاثنين من ملك وكتابة جاية في ظروف أعتقد لا أسعد ولا أهنى ولا أهم من هذه اللحظات. بكرة عيد الأضحى المبارك بكل ما يحمله هذا العيد من معاني ودعوات للتضحية، التضحية من أجل الوطن حتى تبقى مصر دائما وأبدا عزيزة منتصرة بإذن الله. النادي الأهلي في مثل هذه اللحظات وقبل قيام ثورة يوليو كان يعيش في واحدة من ليالي العيد أسعد الأمسيات، لما نتذكر جميعا أنه في مثل هذه اللحظات ليلة العيد كانت كوكب الشرق أم كلثوم في النادي الأهلي وفي حضور الملك فاروق تجدو يا ليلة العيد أنستينا، ثم يمنحها الملك وسام الكمال فتقول كوكب الشرق ما كان لهذا الكمال أن يكتمل لولا أن الحفل في النادي الأهلي. أسيدي عليك يا إبراهيم. موسيقى يا ليلة العيد أنستينا من كلمات الأستاذ الشاعر أحمد رامي وموسيقى الموسيقار رياض الصنباطي. شرف حضرة صاحب الجلالة عارف ان شعار النادي الاهلي كان اول شعار للنادي الاهلي اللوجو بتاعه متوجا على قمته التاج الملكي، هو النادي الملكي، ولكن ان تمنح ام كلثوم الوسام في النادي الاهلي يقول لك ما كان للكمال ان يكتمل الا في النادي الاهلي. هذه قيمه النادي الاهلي اللي من غير ما احنا محتاجين لا نرغي ولا نقول ولا نزايد ولا ندعي ولا نعمل اي حاجه، التاريخ والذي يعطيك الحقيقه عندما تلجا اليه. في ليله العيد. في ليله العيد، في كل ايامك. كل ايام النادي الاهلي اعياد الحمد لله. باذن الله. عشان كده حلقه النهارده في ليله العيد مهمه جدا، فيها خمس مهمه. غدا العيديه في الدوري. وحين تظهر
شخصية الأهلي والأعضاء يقررون. السوبر والحقيقة التائهة، وأخيرا عودة الخطير بقرار رئيس الوزراء. محتوى نتمنى إن شاء الله تستمتعوا حضراتكم بيه معانا ليلة العيد، لكن بدايتنا يا باشمهندس بكرة الثلاث إن شاء الله الأهلي يخوض مباراة مهمة مع وادي دجلة، مباراة في الأسبوع الثالث في الدوري. الأهلي عنده 4 نقاط، وادي دجلة عنده نقطة واحدة بعد عودة بعثة الأهلي من تونس. سامي قمصان مدرب الفريق بيقول إن احنا قادرين نتخطى كل هذه الضغوطات، وأننا نسعى للاستفادة من جميع اللاعبين. ده بالإشارة إلى اهتمام الكارتيرون المدير الفني بإشراك أكبر عدد من اللاعبين في ما بين هذه المواجهات المتتالية يا باشمهندس. يعني الأهلي يلعب دوري، ثم يلعب مع النجمة في البطولة العربية اللبناني، ثم يسافر لتونس ليلعب مع الترجي في البطولة الأفريقية، ويرجع يستأنف الدوري تاني. في خلال أسبوع تقريبا أو أسبوعين بيلعب في المحاور الثلاثة. الذي يريد أن يقيم الأهلي حقيقة عشان يعرف حجم الإنجاز الذي يحدثه، لن يقيمه في إطار هذه الظروف. أن النادي الأهلي متخم بالمباريات، محدش بيعيش هذه الظروف، ولكن النادي الأهلي هذا هو قدره، هذا هي يعني حجم التحدي الذي يواجهه باستمرار. ولذلك مش غريب أن أكبر عدد من الإصابات تجدها بين نجوم النادي الأهلي. فبكرة الماتش مهم جدا 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 للفرقتين. دجلة عندها هدف، ولكن الأهلي عندها نقطة، ولكن الأهلي من مباراتين عنده 4 نقاط. إذا استطاع الأهلي أن يفوز في هذه المباراة هيلحق بركب المقدمة، وأنا أرجو أن يحدث هذا. يعني مش عايز حد يتخيل أبدا أن دجلة يعني ماتش سهل لأنه ما عندوش غير نقطة واحدة. لا، كل مباراة ليها سياقها وليها ظروفها. وأعتقد أن كارتيرون، وده هنتكلم فيه بالتفصيل بعد كده في حينه، يعني لما ينتقل من الدوري إلى البطولة العربية أمام النجمة، ثم إلى الترجي، ثم يعود إلى الدوري، عارف يعني إيه؟ كل واحد عايز يسأل فين اللعيب فين اللعيب. سيبوا الناس تشتغل، عندهم خريطة بيشتغلوا عليها، عارفين التحديات وضيق الوقت. ومع كل هذه التحديات اعتقد كابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى كمان له تصريح مهم، انه مفيش فرق بين الحراس الثلاثه، وان الاهلي عنده 3 حراس على درجه عاليه جدا من الكفاءه والجاهزيه، سواء شريف اكرامي او الشناوي او علي لطفي. وبيقول مصطفى كمال ان احنا مع كل هذه التدخلات في كل هذه المشاركات، من المهم جدا يكون عندنا 3 حراس على درجه عاليه جدا من الجاهزيه كمان يا باشمهندس. يعني اي حد فيهم بيلعب في اي وقت هتلاقوه كما لو كان بيشارك باستمرار. وهو الحقيقه هي دي النقاط اللي بيقيم عليها الاداء. يعني يعني في ناس كتير برضه حتى كانت بتهاجم الكابتن طارق سليمان، وهو المنتخب فيه الحارس الاول والثاني من النادي الاهلي. فيعني ما علينا، يعني المساله كان تجهيز حراس المرمى في النادي الاهلي طول عمرهم وهم بنفسه بعض. صحيح. طيب ايضا المصر اليوم تحدثت عن موقف مؤمن زكريا لاعب الاهلي، وقالت المصر اليوم انه الاهلي بيطالب مؤمن بتحديد موقفه من التجديد. مؤمن عقده بيخلص بنهايه الموسم، وهناك كلام كثير يا باشمهندس حول تجديد عقد مؤمن من عدمه، حول مصيره، حول مستقبله. لا، انا رايي اللي بيعمله النادي الاهلي دلوقتي يس اور نو، حد موقفكم، مش عايزين نعيش نفس الفيلم القديم ده. لا، ما ينفعش الكلام ده. انت اللي بيلعب في النادي الاهلي ده، ميسي بيبقى فاضل له 2 سنين وبيمد عقده لما بعد 22. انما هنقعد بقى كل موسم لينا قصه، وهو من حقه يا جدد يا ما جددش، بس تبقى الدنيا واضحه، علشان برضو من حق الجهاز يجهز البدائل طبعا، ويعتمد على البدائل. فمؤمن باذن الله يبقى في النادي الاهلي، لانه هو لو امعن في التفكير شويه هيجد انه ما ينفعش انه يخرج في هذا التوقيت، في هذا العمر، في هذه المرحله، مهما كانت المغريات. لكن ما حدش هيستنى حد، وبصراحه انا لا انصح بهذا للحظات الاخيره.
ده خطأ دايما وأبدا يعني. يعني أنا رأيي كده، الناس تحدد موقفها ودي مش عيب، ده احتراف، أنت معانا ولا مش معانا؟ معلش أنا عامل حسابي كده ماشي خلاص، يبقى ده قرارك. إنما هنقعد نعيش كل يوم أخبار من هذا القبيل، هتلاقي الفرقة تحت ضغط باستمرار، لأن المرة دي مؤمن فاضل له سنة. طب السنة اللي فاتت كانت صعبة جدا، كان في 4-5 لعيبة مع بعض، فالوضع بيبقى صعب جدا يعني. مؤمن لاعب مهم، لاعب من ولاد النادي. أنا ما زلت أذكر يا باشمهندس وهو طفل صغير تقريبا كان 8 أو 9 سنين، كان ضمن مدرسة الكرة اللي سافرت فرقة كورفر ساعتها لمارسيليا في فرنسا. يعني من صغره وهو بيتربى في النادي الأهلي، عنده مشوار طويل جدا مع النادي الأهلي، خرج لبعض الفترات ورجع. أنا أعتقد هذه العلاقة الوثيقة للاعب في حجم مؤمن زكريا وفي سن مؤمن زكريا، هو يحتاج الأهلي زي ما الأهلي يحتاجه. الأهلي يحتاج إلى كل لاعب جيد، يحتاج إلى كل لاعب مخلص، يحتاج إلى كل لاعب قادر يدي ويشرف النادي بشكل كويس، لكن كل دول كمان هم اللي محتاجين الأهلي. فأعتقد من الحكمة ومن المصلحة إنه اللاعب يحسم أمره مبكرا ويبص على خطوات مستقبله. لا مش عايزين نعيش هذا الحالة من الجدل. أيوه. النقطة الثانية، مؤمن لعيب مهم. أيوه. لأنه من نوعية اللعيبة الواعية، عندها وعي بالظبط، يعني تجده من ناحية تكتيكية ومن الناس المتوظف كويس قوي وعنده ذكاء الملعب، يقترب من فكر محمد بركات في وعيه وإحساسه بالملعب. لكن مسألة، هذا لا يعني أن احنا نعيش هذه الحالة الضبابية. الحسم مهم. قالت ما هو برضو ترك الأمر دون حسم بيفتح الباب طبعا لكل الصحافة وكل المواقع أنه الكل يبدأ يتكلم، وكل فريق على فكرة وكل نادي في المسابقة عنده لعيبة كتيرة جدا عودة مش محسومة. لكن مدام الناس حطت ايديها على حالة زي حالة مؤمن، محدش هيسكت، كل يوم هيبقى فيها رغي. ده مش من دواعي استقرار الفريق ولا ترتيبات المستقبل، حتى القريب مش المستقبل البعيد. فمن هنا لا، وخلي بالك في نقطة بس، في ناس بتخسر رصيد من غير مبرر وفي الآخر تجدد مثلا. هنفترض انه في الآخر هيجدد. طب ما انت قدام الناس يا جماعة، والله الرصيد الحقيقي مش في البنوك، في الشوارع، في إحساس الناس بيك، في تقديرهم ليك، في تاريخك، وده بيترجم بفلوس. لأن أنت لما بتيجي تشتغل أي حاجة بتقابل ناس بتحبك وبترحب بيك وبتساعدك وصورتك عند الناس. فأنت مسألة لازم تكون احترافية كويسة محترمة، نقدر جدا أن هذا حق أي لاعب أن يبقى أو أن يمضي، ولكن حق الأهلي أن يعلم بالضبط. مشكلة عبد الله سعيد كانت في أنه تصرف بدون علم النادي. لو كان قال له أنا ماشي خلاص فيش مشكلة خالص، لكن ما قالش، مش عايزين نكرر الأمور. جريدة الوطن قالت الأهلي بيبحث ملفات مؤمن وجمال وبكماني للتخلص من أزماتهم، وأشارت إلى أنه اللاعب الجنوب أفريقي بكماني مهالمبي على بيحاول يضغط طبعا للموافقة على رحيله إلى نادي سان داونز خلال فترة الانتقالات الجارية بعد تقدم النادي بعرض رسمي، حيث رفض اللاعب كل محاولات بقائه داخل القلعة الحمراء بدون مشاركة، ومن المنتظر حسم موقفه خلال الساعات القادمة. ده بحسب جريدة الوطن يا باشمهندس. لا، مسألة ان هو لا، هو مش مسألة حتى لو انت اشركته دلوقتي، هو واضح ان هو يعني ما فيش حد يضغط عليك عشان تلعبه، لكن في نفس الوقت هو كان عارف انه هيلعب. اولا هو مقاد افريقيا، واخد بالك، فما عندوش اشكاليه يعني. لكن مساله ان بكماني، لا بكماني خلاص عايز يرجع جنوب افريقيا. طيب الساعه 8 بكره ان شاء الله في اول ايام العيد، بعد ما الناس تاكل لحمه العيد، الكل باذن الله يستمتع بالمواجهه المهمه في الدوري، الاهلي وادي دجله. المباراه الساعه 8 مساء، ختام الاسبوع الثالث. الاهلي زي ما قلت لحضراتكم في البدايه عنده 4 نقاط فقط، اتعادل مع الإسماعيلي وفاز على المصري البورسعيدي 2-0. دجلة عنده نقطة واحدة، اتعادل مع الداخلية وكان خسر المباراتين اللي لعبهم مع الجونة وبتروجيت. نتائج الأسبوع الثالث اللي هذه المباراة بتأتي في ختامه،
الانتاج هزم الداخليه 1-0، سموحه هزم انبي 3-2، الجونه تعادل مع حرس الحدود 1-1، بتروجيت تعادل مع المصري 2-2، بيراميدز هزم طلائع الجيش 2-1، المقاولين هزم نجوم المستقبل 2-0، الزمالك هزم مصر المقاصه 1-0، والاتحاد بعد 15 سنه فاز على الاسماعيلي 1-0. دي انا اراها واحده من امتع المباريات الاخرانيه دي. اتفرجت عليها الحقيقه شدتني جدا. دايما مباراه يعني ما ده اللي بقوله لك بقى استاذ ابراهيم. يعني كل الناس حساباتها ايه؟ اسماعيلي كسبان مباراه مهمه، الكويتي الكويتي عامل اداء جيد، الاتحاد لا كان منهارا امام الزمالك 5-0، لكن بالنتيجه. لكن لما تيجي تشوف الاداء في يوم ماتش الزمالك، لا كان ممكن النتيجه لا تعبر عن سير الماتش قوي يعني. فعشان كده لما نزل الاتحاد مع كان كل يعني حسابات تقول اسماعيلي سيجد مباراه سهله. الاتحاد قدم واحده من امتع المباريات وعنده فريق تقيل فعلا. طيب الاهلي ووادي دجله لعبوا قبل كده 12 مباراة منذ صعود هذا الفريق وادي دجلة للدوري الممتاز. الأهلي في ال 12 مباراة فاز 8 مرات، وادي دجلة فاز مرة واحدة وتعادلوا 3 مرات. الأهلي سجل في شباك وادي دجلة 12 جول، ودجلة سجل في الأهلي 5 أهداف فقط. كان أكبر فوز بين الفرقتين كان من نصيب الأهلي 3-1، كان في الدور الثاني 2014-2015. الأهلي يستعيد قوته، يستعيد الكثير من لاعبيه يا باشمهندس، بعد ما ساهمت المباراتين سواء مع النجمة أو مع الترجي في تجهيز أكبر عدد والدفع بأكبر عدد من اللاعبين. النادي الأهلي بيعمل موسم استثنائي جدا. النادي الأهلي بيغير جلده، بينزل بمتوسط الأعمار، لعيبة مهمة مشيت منه، لعيبة بطلت، ولعيبة طالعة الناس اشتاقت عايزة تشوفها. فأصبحت بتشوفها، ولما أنت بتشوفها بتشوفها كمان كويسة. فالنادي الأهلي أنا أشوفه هيعمل موسم استثنائي، هيعمل موسم كويس، لكن مش عايزين الناس تضغط مباراة بمباراة، لأن المنافسة بقت صعبة جدا السنة دي. المنافسة صعبة، والأهلي في هذه المسابقة وهذه الظروف لا يحتاج ولا يطلب إلا أن تتوفر في مسابقة الدوري العدالة التحكيمية الكافية. العدالة التحكيمية الكافية مطلوب، وأن يكون الاتحاد أب للجميع. أن يكون الاتحاد أب للجميع، ودي بتحط تحتيها كل الخطوط اللي أنت عايزها. لأن مسألة أن التحكيم، أنت مش بتقول التحكيم هو جزء من الاتحاد، لأن النهاردة اللي مسؤول عن التحكيم هو عضو مجلس اداره الاتحاد واللجنه. هو 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 خلاص الاتحاد اوجد نظاما جديدا ان يبقى عضو مجلس اداره هو مباشره ملتحم بهذا الامر. خلاص؟ فاصبح ان لا، انت دلوقتي ما انتش راجل النهارده في موقف التقييم، ده انت في موقف ان تحاسب. انت وانت عضو مجلس اداره انت بتقيم الامور. رئيس لجنه التحكيم بتحاسبه. طب مين هيحاسبك؟ فمجلس اداره. فاذا انا لما بقول والمساله مش مساله بس تحكيم، ده هتلاقي قرارات في المسابقات، هتلاقي قرارات في جدول الدوري، في التاجيلات، في التعامل. لازم الناس تبقى كلها مسطره واحده، مسطره واحده. نتمنى ان تتوفر للمسابقه كل العداله الممكنه، نتمنى انه كل الاطراف تقوم بمسؤولياتها صح. لكن حين تظهر شخصية الأهلي ما تقلقوش أبدا. بعد الفاصل. كل عام الناس قلقت عقب تعادل الأهلي مع النجمة رغم السيطرة الواضحة وإضاعة الأهداف ولكن لما الأهلي يستدعي الشخصية بيكمن الحل دائما. ما كان يعني للقلق أن يتبدد إلا باستدعاء شخصية الأهلي في رادس، وهو ما تحقق أستاذ إبراهيم.
بالتأكيد، وزي ما في نهاية مباراة النجمة اللبناني كان المعلق الرياضي الكابتن عصام عبده عمال نهاية الشوط الأول عمال يتحدث عن قيمة الأهلي، عن دور الأهلي، عن مكانة الأهلي في صنع، أعتقد كان بيبص على كارتيرون، دور النادي الأهلي في صناعة نجومية كل من يعمل فيه، وبالإشارة إلى المدرب الفرنسي اللي الحقيقة لما قاد الأهلي في البطولة الأفريقية على الجميع أن يتذكر أنه الرجل بدأ الشغل والأهلي عنده نقطة واحدة يحتل بها مؤخرة مجموعته، وكانت الناس كلها بتراهن على أنه العودة صعبة جدا، صعب جدا فريق عنده نقطة واحدة في مجموعة هيقدر يعوض كل ده. وإذا بالأهلي عندما استدعى شخصيته وظهرت قيمة معدن لعبته، وعندما وضع هذا المدرب الفرنسي إيده على مواطن قوة النادي الأهلي في روح لعبته، كانت النتيجة إيه؟ أن قفز نادي القرن من المركز الأخير في مجموعته إلى صدارة المجموعة. هي دي شخصية الأهلي اللي دايما وأبدا لما بتظهر أو لما بتتوفر ما حدش يقل عليها. شايفين الترتيب الحالي؟ الترتيب ده قبل ثلاث مباريات فاتوا كان الأهلي الأخير. بصوا القفزة اللي عملها الأهلي في هذه البطولة اللي بيحاول بكل الطرق إن شاء الله يسعى للفوز بيها. لكن المهم هنقول طبعا أنا عجبني قبل ما نخش في التفاصيل، عجبني الربط بين ماتش النجمة ثم لقاء الترجي. ليه؟ لأن ده بيخلي الماتشين دول بيدوا رسالة مهمة جدا لكل أولئك الذين يتعاملون مع الأهلي دقيقة بدقيقة. أي جماهيرنا وشبابنا، خصوصا شبابنا المتحمس العاشق للنادي الأهلي، لما تشوف التعليقات كارتيرون مش عارف فشل، واللي يديله صفر واللي يديله ايه، وما لعبتش ناصر ماهر ليه، ولعبت اكرم ليه، وما حطتش ده، انت ما حطتهم لناش حتى في يعني ناصر ما تحطش خالص في التشكيله، ومش عارف ما غيرتش مين. دائما انت فارق ان تكون عاشقا ومشجعا، فبتتعامل مع اللحظه، وان تكون مسؤولا فانت تتعامل مع خطه، مع مسؤولية، مع خريطة، مع أحداث بترتبها وعلاقتها ببعضها. كل الحيرة والإجابات والانتقادات التي وجهت إلى كارتيرون في مباراة النجمة جاءت إجاباتها في ماتش الترجي. يعني خرج من هذه المباراة وقد قرر، يعني ممكن يكون كان مقرر ناصر ماهر بس ما كانش محتار. حتى الاستوديوهات التحليلية ان متوقعين انه يعني اختياره هيكون شريف، لكن في حد اصر على انه يعني يتمنى ان يكون اظن الكابتن اسامة عرابي قال يعني يكون يعني القيد ناصر واكرم. انا ليه بقول الكلام ده؟ لان هو مش عارفين هو عايز ايه من مباراة النجمة. هو مرتب اولوياته، اول حاجة عنده النهاردة افريقيا مش عايزة مناقشة، تاني حاجة عنده مؤكد هتكون الدوري العام، وأيضا البطولة العربية. هتقولي أنا لما أخش بطولة أكسبها، أيوة، بس الأولويات إيه؟ بالظبط مش هخليها تؤثر سلبا على الحاجتين. إذا تعارضت المصالح هتبقى الأولوية لمين؟ لأفريقيا. أفريقيا دوري وهذا ما خرج منه من مباراة النجمة. خرج بكل اللي هو عايزه، وشفنا ان لما وانا بقول لك قطعا ان كان في تجهيز نفسي للعيبه دي، لان انت لما تشوف ناصر وبيلعب بهذه الاريحيه كان عارف ومتفهم ان هو يعني خلي بالك انت ممكن تشيل ليله. اكرم لما نزل كان نجم الدقائق التي لعبها، نجم الفريق في الدقائق التي لعبها. هذه شخصيه بتتخلق من خلال شخصية الأهلي. كويس قوي المدخل الجميل اللي انت قلته، وأيضا شخصية العاملين فيه اللي هم بيستلهموا شخصية الأهلي في كل ما يفعلون.
انا عاجبني الربط او الدخله بتاعه النجم الساحلي والتعليق اللي قاله عصام عبده اللي ادى الاهلي طبعا كل نجم اللبناني. نجم، انا قلت ايه؟ الساحلي. نجم اللبناني، عقبالي نجم الساحلي. انما نجم الساحلي ده هتوقف عنده برضه، لان يعني في شويه لك كده ما لهمش لازمه. الربط بين الماتشين يديك كيف يفكر الاهلي. طيب تفتكروا الجرايد والمواقع بعد هذا الفوز المهم للاهلي في تونس كان رؤيتها ايه لهذا الفوز؟ الاهرام قال الاهلي يعمق جراح الترجي في رادس بهدف ثلاثي بطله ازارو، وقالت الاهرام بطل تونس فشل في فك عقده السنين والاحمر رائع في الوقت الصعب كعادته. اخبار اليوم كان عنوانها الاهلي يضرب من جديد في استاد رادس، ازارو يسجل في شباك الترجي والاهلي يتصدر المجموعه. الاخبار المسائي الاهلي بجداره يخطف الصداره، الاحمر يواصل تفوقه في رادس ويفوز على الترجي بهدف ازارو. الاهرام المسائي كان عنوانها الاهلي صاحب السعاده، الشياطين يصعقون الترجي بهدف ازار ويتاهلون لدور الثمانيه لدور الابطال، كارتيرون يرسخ عقده رادس وبن يحيى فشل في مجاراه باتريس. جريده المساء لا جديد، الاهلي اسقط الترجي في رادس، فاز بهدف ازار ووصل للنقطه العاشره وتاهل متصدرا مع بطل تونس. المردود التونسي بقى هو المهم، يعني من الطبيعي ان كل الصحف اللي فاتت تتغنى بالاهلي لانها بتخاطب جمهور مصري، بتبيع لجمهور مصري، عايزه توزع منتجها لجمهور مصري اهلاوي في معظمه. هتقراها زي ما بيقولوها. لكن تونس شوفوا بقى قالت ايه. المواقع التونسيه. اخر خبر اونلاين التونسيه، الترجي ينقاد للهزيمه امام الاهلي في رادس. للترجي من فضلك. للترجي. انا قلت لك هتقراها زي ما هم قايلينها وكاتبينها. للترجي. عايز انبهك للترجي. والصباح التونسيه قالت وتتواصل العقده، الاهلي يطيح بالترجي ويفتك صداره المجموعه الاولى. شمس اف ام التونسيه، كاس رابطه الابطال ابطال افريقيا، الاهلي المصري يفوز على الترجي الرياضي 1-0. جريده الجمهوريه التونسيه، الترجي ينحني مجددا. عنوان قاسي. عنوان مش عاجبني. الترجي ينحني مجددا ضد الاهلي المصري في رادس. اسمع بقى. الترجي لا ينحني طبعا. الانديه اللي زي الاهلي والترجي والانديه الكبيره دي هي انديه عريقه. ده عنوان قاسي غير مناسب ولا يتسم بالواقعيه، بقيمه الترجي. الترجي نادي كبير جدا 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 وهو الاهم، واحنا بنحبه زي ما هو بيحبنا. ده كلام مهم جدا، لانه الترجي يا دوله، الترجي في تونس الشقيقه نادي كبير، نادي له تاريخه، نادي له قيمته، نادي له عراقته، نادي له اسهاماته حتى في البطوله الافريقيه. يكفي انك انت لما بتقول الاهلي بتقول القمه الافريقيه ولا وربما القمه العربيه حاليا الاهلي والترجي. فالترجي التونسي يمكن العنوان في جريده الجمهوريه التونسيه ربما كان في ثقافتهم مفهوم الانحناء غير مفهومنا احنا في ثقافتنا، لكن قاسي. اللفظ في حد ذاته قاسي، وبيفكرني بعنوان سنه 96 او 97 كنا رايحين الاهلي بيلعب في البطوله العربيه، كان وقتها الكره التونسيه صاحبه تفوق كبير على الكره المصريه قياسا على المنتخب، وما كانش مألوف انه انديه مصريه بتكسب الانديه التونسيه. فجورنان تونسي اعتقد الصحافه التونسيه فاكر كان منشطتها توحشناكم يا خبزتنا. مثلا عايزين يقولوا انتوا اللقمه اللي احنا بناكلها، انتوا وحشتونا كلقمه سائغه اعتدنا اكلها. لا ده كان من خلال تفوق كبير وتاريخي للكره التونسيه. طب اقول لك حاجه برضو، الى ان جاء الاهلي. الاهلي انا كنت رئيس البعثه، اوقف هذه الخبزه. انا كنت رئيس البعثه. احنا في سنه 78. لا ده انا بتكلم على 97 لما انت سبتنا ورحت المغرب تعمل صفقه. لا ده حاجه تانية. ايوه لا في هديلك بقى.
كنت رحت تجيب احمد باجا صح؟ انا طلعت من تونس اجيب احمد باجا. صفقه كبيره ما تمتش. احكيها لك مره. لكن انا ده انا كنت في عضو مجلس اداره النادي الاهلي 78 و بعد هزيمه كسبنا 3-2 ورحنا خسرنا 4-1. ايوه وخسرنا برضو ليه؟ لان بالعباره الزهراء فنانين على أدباء على أعضاء مجلس رايحين نحتفل مدد احنا كسبنا هنا ورايحين بقى نتعادل الزفة إياها دي فخسرنا 4 خسرنا 4 وتونس راحت كاس العالم وعملت أداء طيب الأرجنتين 78 فالأهلي لعب مع الصفاقسي مش الصفاقسي مع الترجي والقيروان ماتشين وديين في القاهرة كسب الماتشين كسب الماتشين طالعين رحنا بقى نلعب بطوله او هنعمل يعني مش فاكر المناسبه كانت ايه لكن كنا هنلاعب النجم الساحلي وهنلاعب صفاقسي الدعوه كانت من الصفاقس نزلنا من الطياره الاعلام مازلك شفتوا اداء التونس في كاس العالم شرفتونا ما تقول ايه للفريق التونسي؟ تقول ايه للكره التونسيه؟ تقول طبعا عمليه بيضغطوا عليك على اساس انهم غلبوك 4 وانت يا نهار اسود والاهلي اللي راح خسر بقى هيبقى شكلنا ايه؟ وكنا رايحين ناقصين اللعيبه الدوليه. يعني كان منهم اللي كانوا راجعين من نقاها زي كابتن مصطفى عبده، كان معانا كابتن مجدي عبد الغني، كان معانا اول اطلاله لشريف عبد المنعم معانا كابتن صفوت عبد الحليم ما كانش يعني مش في المنتخب اللي كانت معانا، طاهر الشيخ كان معانا وعملنا ماتش في صفاقس كسبنا 3-0. لم يلعب صفوت عبد الحليم مباراه في حياته مثل هذه المباراه. كان بياخد اللعيبه رقصها جنب الخط وعلى اهات الجماهير ويروح مدي ثرو باس ده الجون الاولاني جه ثرو باس من ملعبنا لظهر الفريق صفاقسي جبنا الجون الاولاني وطاهر الشيخ جاب الثالث اجوان. النغمه اتقلبت طبعا. يجوا يعملوا معايا حديث اقول لهم ما رايكم في النادي الاهلي؟ طيب بعد المنشطات الصحفيه والمواقع وكلامها عن فوز الاهلي على الترجي، تعالوا نشوف مذيع القناه الناقله للمباراه البي ان سبورت يتحدث عن فوز الاهلي على الترجي. عود الى مباراه الترجي والاهلي المصري والتي انتهت لصالح الاهلي المصري بهدف نظيف. حاتم هناك منطقين، منطق يقول بان الترجي هو من أهدى الفوز للأهلي ليس لأن الأهلي مرعب بل لأن مستوى الترجي هو الذي سيء جدا في هذه المباراة خلال 90 دقيقة. المنطق الثاني يقول بأن هناك مباريات تكسب ولا تلعب، هي ثقافة انتصارات، هي تقاليد انتصارات، هي هذا الأهلي المصري يعرف كيف يفوز، يعرف الأهلي جاي من مصر أنا عايز 3 نقاط ناخذ صدارة المجموعة أروح لمصر عندي مباراة الأخيرة في مصر، هذه ثقافة الأهلي المصري، فأي منطق تفضل أنت؟ لا أنا أو أي منطق تتفق معه؟ في الأخير الأهلي لعب على إمكانياته وكسب المباراة، أنا أتكلم على الترجي اليوم، الترجي كان متوقع بالنسبة لخالد بن يحيى أنه يعني في طور بناء فريق الترجي، هنالك عدة مشاكل والكل يعلمها على مستوى الدفاع، اليوم هذا اختبار رسمي بالنسبة للترجي إذا كان، لا أنظر لمباراة اليوم لأن الترجي معنا محسوم معنا أمور التأهل، لكن أنظر إلى المستقبل للترجي. يعني هم ماشيين في نفس السياق، ثقافة الفوز خارج الأرض وخصوصا مع الترجي، و أنا ما فهمتش قوي ما كملش كلامه هو حاتم الطرابلسي، قال لك بيتكلم على مشاكل الترجي الدفاعية، قال في مشاكل إنما ما كملش كلامه هو، بعد كده هقول كلام تاني يستحق الرد يعني. طيب إذا كان ده رأي حاتم الطرابلسي في هذا الشق ومذيع الاستوديو، فماذا عن رأي وائل جمعة صخر الدفاع الأهلي في أفريقيا؟ كيف رأى فوز الأهلي على الترجي؟ وائل الشوط الثاني الأهلي عقلية الانتصار، ثقافة الانتصار، تقاليد الانتصار بعيدا عن الأداء هي يجيدها الأهلي في أفريقيا أكثر من غيره، لكن الأداء علم استفهام وائل للأهلي المصري، أداء
مبدئيا في هذا الدور لا يطمئن جماهير الاهلي الذواقه للكوره اللي تحب انتصار واداء. يعني مش عايز اقول فوز خادع، انما النادي الاهلي يستحق الفوز النهارده مقارنه بفريق الترجي والمستوى اللي شفناه منه، اداء سيء جدا من فريق الترجي. بس انت غير راضي على الفريقين. الفريقين مش هو مستوى التاريخي للاهلي وللترجي، الاسماء الكبيره اللي لعبت في الفريقين في المباريات القريبه في السنوات الاخيره بقى، فالفريقين اقل من مستواهم المعروف، انما يبقى الاسمين الاكبر في افريقيا زي ما قلت قبل المباراه يا مهند. انما مباراه النهارده مباراه خادعه للنادي الاهلي، فوز كان النادي الاهلي لازم يكسب اكتر من كده ياكد ان هو يستحق الفوز. شايف ان احنا اضعنا اكتر من فرصه الشوط الثاني نتيجه تسرع، نتيجه عدم خبره، نتيجه استعجال من اللاعبين في انهاء الهجمات. يعني الشوط الثاني جه فرصتين لواحده لميدو جابر وواحده لناصر ماهر، واحده لازارو اعتقد كان ممكن يتعاملوا فيهم افضل من كده. انما النادي الاهلي النهارده استحق الفوز مقارنه بالمستوى بتاع الترجي، اداء ضعيف جدا من فريق الترجي، فريق سلبي جدا، اربع مدافعين يعني يتمناهم اي مهاجم بيلعب ضدهم، اي وسط ملعب بيلعب قدام الاربع مدافعين بتوع الترجي يتمنى مدافعين بالشكل ده. ما فيش صانع العاب عند الترجي موجود باين يقدر يستغل الضعف اللي اتكلمنا عليه بين الشوطين على نص ملعب النادي الاهلي. انما النادي الاهلي نفذ الشوط الثاني بامتياز، تراجع وليد وميدو جابر، قفلوا الاطراف كمان، ادوا فرصه لوليد ازارو اكتر من مره ان يستلم الكوره زي ما احنا شايفين. دي واحده لناصر ماهر كان ممكن يتعامل فيها افضل من كده، واحده ثانيه لميدو جابر بعد كده كان انفراد عملها له وليد سليمان كان ممكن تكون هدف. فانما النادي الاهلي خرج باللي هو عايزه من المباراه، خرج بانه قدر يوصل لصداره المجموعه، فوز معنوي مهم جدا على خصم تاريخي كبير لاسم كبير في افريقيا، تصدر المجموعه. هو ده النادي الاهلي، لازم يكون اول المجموعه، لازم يكون اول المسابقه اللي هو فيها. كلام مهم للكابتن وائل جمعه، لكن في كلام عكس بعضه. يعني اعتقد وائل كان في بدايه الكلام خانوا التعبير في لفظة ده فوز خادع للأهلي. فوز خادع ربما يكون المقصود به أنه الفوز تحقق بدون أداء جيد، وأنه أو عكس التيار، وأنه الفوز لا يعبر عن حقيقة المستوى والأداء، أو جون جه عكس، أو فوز جه عكس مستوى الأداء في الملعب. لكن لما تسمع وائل بعد كده الراجل بيتكلم على أنه الأهلي سيطر، لعب الشوط الثاني بامتياز، حتى نفس التقدير قاله، وانه في عدد من الفرص، قال في فرصتين قويتين جدا كان ممكن يتسجلوا لولا التسرع في اللمسه الاخيره. يعني انت بتتكلم على الاهلي بيلعب في تونس مع الترجي في هذا الظرف، بيسجل جون وبيضيع عدد من الاهداف ويسيطر بامتياز، وختم وائل كلامه في النهايه انه ده فوز معنوي مهم. لا، هو كمان فوز على المستوى. لو حطينا في اعتبارنا هي ايه قيمه تصدر المجموعه عشان الناس، بس لانه دي الاول مره الاتحاد الافريقي يخلي دور او دور المجموعات مبكرا شويه من دور ال 16، بحيث انه هيصعد في الاربع مجموعات اول وثاني كل مجموعه، القرعه يوم 3/9. هي دي النقطه المهمه، الناس حفظت في البطوله الافريقيه انه بيطلع الاول والثاني كانوا مجموعتين، وبيتعمل كروس اول المجموعه الاولى مع ثاني الثانيه، واول الثانيه مع ثاني الاولى الكروس. الكلام ده في البطولة الحالية مش موجود. اللي حصل ايه؟ هيطلع أربع أوائل في المجموعات الأربعة وأربع تواني. القرعة يوم 3/9 أي واحد من الأوائل مش هيلاعب حد أول في مجموعته. القرعة هتتلعب الأوائل ضد التواني. لكن مش هتلاعب أنت أول مجموعتك، مش هتلاعب التاني بتاع مجموعتك. يعني الأهلي بإذن الله فوزه على الترجي كانت اهميته انه حقق افضليه مباشره على الترجي. تساوي الاثنين في رصيد 10 نقط، الاثنين الحمد لله دخلوا مع بعض الدور الثمانيه. لكن الاهلي الاول والترجي الثاني. ليه؟ لانه الاهلي كسب الترجي في النتيجه المباشره. الاهلي في المباراه الاخيره مع كامبالا سيتي في القاهره يهمه المكسب عشان يحافظ على صداره المجموعه. صداره المجموعه يوم 3/9 هيبقى الاهلي يختاروا له بالقرعه واحد من الثلاث تواني اللي في المجموعات الثانيه. هيستبعدوا الترجي على اساس الترجي كان مع الاهلي في مجموعته، باذن الله
في حال لو كملت المسألة بهذا الشكل وبقى الأهلي الأول والترجي الثاني بعد الجولة الأخيرة. في الحالة دي لو الأهلي ما كانش واخد أول المجموعة إيه اللي هيحصل؟ هيبقى تاني هيلاعب أول أي مجموعة، وهنا المواجهة للأول مع التاني فنيا مؤكد أهدى يا باشمهندس. زائد إضافة تانية أن المباراة التانية هتبقى على ملعبك، العودة في ملعبك. العودة في ملعبك أيوة. فأولا هتديك مستيل ميزة أنك بتلعب التواني أيوة. ولو أن أنا خلاص التمن فرق مش شايف فروق كبيرة أو بينهم يعني. لكن أنك تلعب بقى الماتش التاني على ملعبك، ولو أن برضو أرجع أقول لك يعني الناس اللي عماله تقول ما هو الاهلي عمال يكسب في رادس، طب ما بيكسبش برج العرب خالص قدام الترجي ولا مره. تعادل 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 تعادل. حقيقي في ظروف وفي حاجات بتساعد على الكلام ده، لكن ما بقاش جوه الارض وخارج الارض بالحساسيه بتاعه زمان، خصوصا في الدول التي تطورت فيها الكره والملاعب والاستادات. طيب نشوف حاتم الطرابلسي نجم الترجي والمنتخب التونسي الكبير يتحدث أيضا عن فوز الأهلي. اليوم معنا الترجي لما كان يريد أن تحضير الهجمة من الخلف كان هنالك ضغط جماهيري على الإسراع باللعب كرة في الهجوم. لو كان هنالك لاعبين خبرة على المستوى التجربة وعندهم ثقة لكان أن الفريق يلعب على حسب إمكانياته ولا يستعجل الكرة أن يلعب الكرة في الأمام. لاحظ مثل هذه المباريات لما تكون متأخر في النتيجة بهدف لصفر وإحنا نلعب نعلم جيدا جماهير الترجي في عملية الضغط على لاعبيه، تجد اللاعب الذي يأتي يأخذ الكرة ويستلم ثم الصبر باستثناء تسريب البلايلي فقط اللي عمل كم محاولة، باستثناء البلايلي الوحيد الذي يذهب حتى كان لما يخسر الكرة مش خايف لاعب، مش خايف لاعب على إمكانياته. وإذا تستحق الخط الهجومي لاحظ ثلاثة لاعبين مع المهاجم بنفس الإمكانيات بنفس الثقة يلعب لما يكون متأخر في النتيجة كي تكون قادر على تعديل النتيجة. هنتكلموا على خصم اسمه نادي الأهلي ليس أي نادي، بمعنى تكون متأخر في النتيجة وقادر أن ترجع 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 عليه، وهذا لابد أنه كذلك أنه جماهير تدعم فريقها. يمكن جماهير الترجي في فترة ما ضغطت معناها كثيرا على لاعبيها ولذلك بعض اللاعبين ليس لديهم الخبرة. حتى الجمهور يضغط حاتم، آخر مواجهتين أمام الترجي خسرهم في رادس أمام نفس الفريق. لاحظ اليوم نتكلم على الترجي في فترة معناها انتقالية ليس في أحسن فتراته على المستوى، ولا الأهلي المصري في أقوى فترات أكيد، لكن أنت اليوم الأهلي أفضل حتى ليس في أحد فتراته تشعر أن الأهلي أفضل على مستوى التنظيم على مستوى الإمكانيات. يمكن ليس الأهلي الذي نعلمه سابقا، متفق حتى وائل يعلم هذا جيدا وجماهير الأهلي تعلم هذا جيدا. اليوم هنالك هيبة افتقدها نوعا ما الترجي، لابد أن يسعى لإعادتها. اليوم الفرق التونسية نتكلموا على الترجي خاصة المشارك دائما والنجم الساحلي كانت دائما ما تستمد قوتها أمام جماهيرها. اليوم لما تخسر هذه المباراة هي ليس شيء، الترجي سيكون متواجد في 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 الدوري الثاني لكن ستكون مواجهة أصعب، لابد أن يكون يحضر بهذا الدفاع. أنا أرى أنه يخسر أمام فرق. شوف هو ملخص الكلام أن الترجي ها ما أداش بالأداء اللي يمكنه أن يستغل النادي الأهلي ويفوز عليه، ها وهنا بنقول الشخصية. هو قال محل أن الترجي بيعاني من مرحلة تجديد والأهلي يعاني من مرحلة تجديد، ولكن شخصية الأهلي وده اللي أنا بقوله للناس عشان ولادنا يفتكروا هذا الكلام، أن دايما أنت بتعمل كل الشغل وعينك على الأهداف وبتحقق الأهداف، هو ده شخصية الأهلي. فما بتلاقيش الدنيا ترتبط لغياب نجم هو جيدة شوية انه يغيب عنك في الفترة دي، لا طبعا مش معقولة. صحيح مش كده ولا ايه؟ صحيح. فانت طبعا مؤكد ان مباراة الترجي كانت من المباريات الفارقة، وعايزين نفتكر بس يا استاذ ابراهيم كده من اقل من شهر واحنا عندنا بنط أجلنا جميعا حالة من الإحباط، لأن وانت بتحط السيناريو بقى انك عشان تتجاوز هذه الكابو عايز تفوز على الأقل مبارتين وتتعادل مبارتين من الأربع مباريات المتبقية. طب انت حققت ثلاثة فوز متتاليين منهم اتنين خارج الملعب، وانت بتعمل الكلام ده لسه عندك قلق ولسه بتتكلم مش قادر تدرك قيمة ما فعله هذا الجهاز الفني ولاعبوه
لا لازم نقول لهم برافو، بس كل ده هتضيع فرحتنا قوي لما كسبناش الماتش الجاي. عايزين نبقى في المركز الاول. هي ايه شخصيه الاهلي؟ انت عارف لو كسبت ده اربع ماتشات متتاليه ما اظنش عملناها قبل كده. لو قلنا للشوارب يعمل لنا فلاش باك شويه ونرجع لاحدى حلقات البرنامج لما كان الاهلي عنده نقطه واحده من شهر تقريبا لما المهندس عدلي قال، كنا وقتها عملنا فقره نعم يستطيع. ايوه وقلنا اذا تخلى الاهلي او اذا تحلى الاهلي بشخصيته، اذا استدعى هذه الصفات الاراديه العاليه جدا في الرغبه في الفوز، اذا احتفظ لاعبو الاهلي بروح التحدي بروح الفانيلا الحمراء بقيمه الاهلي، الاهلي يستطيع ان يعبر وبقوه. وساعتها قعدنا نعدد المراحل الصعبه اللي قدامه، وكان من ضمنها مباراه الاخيره للاهلي مع الترجي في تونس، لانه حاتم الطرابلسي واتفق مع الكابتن وائل جمعه انه مش ده الاهلي. مش ده الاهلي، مفيش فرقه. يعني انت عشان تقارن دلوقتي وليد سليمان وزمايله كلهم الجديد والصاعد بالتوليفه ديت، تقارنها بالفريق الذهبي لابو تريكا وبركاته وائل جمعه في لحظه واحده، المقارنه هنا ظالمه جدا، لانه التانيين خدوا قد ايه وقت، وخدوا قد ايه شغل، وخدوا قد ايه بطولات، واكتسبوا قد ايه من الثقه عشان يصلوا الى المرحله اللي حاتم الطرابلسي بيقيس عليها. ادي هذه المجموعه نفس الوقت، نفس الشغل، نفس الدعم، نفس التدعيمات، نفس الانتدابات بعد كده، نفس الحضن الجماهيري الكبير جدا والثقه من الجماهير في اللعيبه، هتلاقي وصلت في نهايه الموسم باذن الله او في مرحله متقدمه جايه الى فريق قوي جدا. لكن ان يكون الفريق في هذه المرحله بهذه الظروف وهذه العناصر وهذه المرحله الصعبه جدا، فريق كان عنده نقطه وتغير الجهاز الفني، فيجي جهاز فني يشتغل على جديد، عناصر جديده، لائحه جديده، مجلس اداره جديد، روح تحدي جديده، فتكون القفزه الكبيره من نقطه الى 10 نقاط يتصدر بها المجموعه. لما بنقول شخصيه الاهلي ما بنقولش كلام دعائي، وما بنقولش كلام هدفه التمجيد والتبجيل والطنطنه للاهلي وهو يستحقها بالتاكيد، لكن يا جماعه ده استدعاء الرغبه والاراده لكل واحد عايز ينجح في مجاله. نموذج الاهلي ده نموذج لاي انسان، نموذج للوطن نفسه اللي عايز يبني وعايز ينجح وعايز يتحدى وعايز يتغلب على الصعاب. فريق عنده نقطه يقفز بكل التحديات قدام كل المنافسين عشان يكون في الصداره. ده ليه بقى؟ ليه؟ لان الاهلي ما بيقعدش يرغي ويرمي على الظروف. ايوه الاهلي بيشتغل. ايوه وده اللي انا تاني كل شويه هويه الاهلي هتبان والناس هتصدقها اكتر. ايوه طول ما انت ماشي يقول لك رد على فلان، اعمل فلان كلام، فلان قال، فلان عاد، الناس اللي مشغوله بينا الاهلي مش مشغول بيهم الا في اطار المنافسه. فانت مش معني انك تدور على الحجج. أيوة. مش معني انك ترد على الاساءات، انت معني انك تشتغل. مش معني انك ترد على الغمز واللمز او انك انت تبعت لواحد يكلم لعيبتك او انت تكلم لعيبته او الكلام ده، مش انت لست معنيا بهذا. انت معني انك انت خليك واقعي، عندك السنه دي منافسه شكلها ايه؟ شديده، جديده، غامضه، مبهمه، هنشتغل ازاي؟ ادي النادي الاهلي معني انه يشتغل على نفسه، انه يواجه كافه الاحتمالات. وانا بقول الدوري السنه دي قوي وغامض ومليء بالمنافسه، مش بس من القوى الكبرى اللي يعني اهلي، زمالك، اسماعيلي، بيراميدز، لا، مصري، الاتحاد انا شايفه فريق يتعمل حسابه السنه دي. شايف ان الانتاج انا بتكلم من واقع الاداء، بتروجيت هيستمر على كده، لا الله اعلم، لكن انا بقول لك ان الدوري غامض لكن مليء بالمنافسه، ولذلك
مش عايزين نشتغل بالقطعه ابدا واحنا نتعامل كاهلاويه كاهلاويه بقى. خلينا انا ليه تملي رسالتي كل شويه اوجهها للاهلاويه؟ لان خلاص الاخرين موقفهم مننا واضح. يا جمهور الاهلي، الاهلي ملوش غيرك، خلصت. لا في الاعلام، الاهلي ملوش غيرك، ملوش غيرك. اه فانت كمان ما تحاولش الى من غير ما تشعر انك تنتقد وتدي فرصه لغيرك ياخد السلاح بتاعك يخبط فيه في الاهلي. لا، اقف مع النادي الاهلي. الاهلي عايز زي ما كنت يخش الاهلي جون تقعد تسقف وتعمل لما الاهلي يجيب الثاني والثالث والرابع. زي ما الفوز اللي يتاخر وهتضيع بطوله فيجي لك في الدقيقه زائد 90. هو ده، هو ده. خليك بتفكر بالعقلية الذهنية دي، ما تختلفوش مع بعض على الفيسبوك طول النهار وتقلوا من قيمة بعض علشان مين فيكم اللي يثبت وجهة نظره، خليكوا لحمة واحدة. الأهلي ملوش غير جمهوره في اللحظة اللي احنا فيها دي، والأهلي بيشتغل عشان يسعد هذا الجمهور. الأهلي لا تتجلى فقط في هذا الأداء من اللعيبة أو هذا التركيز من الجهاز الفني أو هذا التوفيق في إدارته للمباراة بهذه القدرات التكتيكية، لكن حتى على مستوى القيادة الإدارية. على مستوى القيادة الإدارية الأهلي في هذه المباراة داخله وعنده 7 نقط متساوي مع الترجي. الترجي كان عنده 10. طيب لو الأهلي خسر هذه المباراة وأجل الحسم بتاعه لمباراة كامبالا سيتي الأخيرة في القاهرة، وارد إنه يخسرها أو يتعادل. عارفين إنه هو لو كان خسرها، لو كان خسر في تونس وكان أجل الألغام ديت للمباراة الأخيرة مع سان داون مع كامبالا سيتي وخسرها، بره البطولة، بره البطولة، لأنه كامبالا سيتي دلوقتي عنده 6 نقط. لو كسب الأهلي يبقى 9 نقط. الأهلي لو وقف عند 7 نقط اللي سافر بيها تونس هيبقى أوت. في الظرف، في الظرف الصعب ده وفي التحدي الصعب ده، شخصية الأهلي الإدارية تتجلى في أنه رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب في هذا الظرف يترأس البعثة. يترأس البعثة في رسالة واضحة وصريحة لكل لاعب ان المباراة مهمة. انه رئيس النادي نفسه رغم انها ليست مباراة نهائية، لكنها مش نهائية. دي مباراة في المجموعة، في اطار دوري مجموعات في دور 16. لكن تو بي ان اور اوت. لكن مباراة مصيرية. بالظبط، يا تبقى جوه يا هتطلع بره. يتأجل الموقف بما يهدد مصير الفريق في بطولة بيحلم بيها جمهوره. فعشان كده كانت الرسالة الواضحة والصريحة انه رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب يرأس بنفسه البعثة، يكون قريب من اللعيبة، يكون قريب من الجهاز الفني، يدي الإحساس للجميع ان المباراة مهمة جدا وان الفريق في حالة تحدي حقيقية، وانه الحفاظ على شخصية الاهلي في الموقف الصعب ده مطلوبة تكون موجودة، فتكون النتيجة التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى ويصعد الاهلي. عارف جزء من الرسالة كمان يا استاذ ابراهيم واهميتها، مش بس انت لعيب جديد دخلت النادي الاهلي، انت لعيب صاعد طالع هتلعب في النادي الاهلي. لقيت في احد المباراة الكابتن الخطيب سبق اللعيبة للفندق عشان يكون في الفندق مستقبلهم ويشكرهم ويهنيهم. ده اللي هتكلم عليه. هو ده الدعم ودي المسانده ودي المسؤوليه. الرساله، الرساله. ايوه. الرساله انك انا لما اكون لاعب ناشئ في هذه المباراه ممكن اقول ايه؟ يعني ما احسش باهميتها قوي، المعاني مش واصله لي. لما الاقي بقى رئيس النادي بمكانته كرئيس نادي، رئيس لجنة الكرة بمكانته كرئيس لجنة كرة، كابتن الخطيب بقيمته الأسطورية كلاعب أسطوري، ها؟ طالع معانا. مش محتاج كلام كتير نشعر إن المباراة دي مش طبيعية، مش تقليدية. أيوه. دي مباراة مصيرية زي ما أنت بتقول. هتخليني مش خجلان، إنما مستدعي كل طاقتي. بالظبط. إن أنا مركز قوي. أركز في هذه المباراة. وهذا هو الفارق بقى في الاعداد، ده اللي انا بقوله بقى. انت راح تلعب مباراه حاسمه، راح تلعب كاس العالم، ما تاخدوش باستخفاف وصور وتذكارات أيوة. والكلام ده. ايوه، خده بالمعنى ده. بالظبط، خده ان انا اهميته بي اور نوت بي، خلاص. مش ان انا كتر خير الدنيا ما انا اكتر فريق في افريقيا كسبان. أيوة. لا، انا عايز اعدي الماتش ده. أيوة. طب اعديه ازاي؟ اعديه بالشكل ده، بالتركيز ده.
بالمعاني دي بالقيم دي. أيوة. فتبص تلاقي الناس كلها مشدوده معك. هي دي شخصيه الاهلي يا جماعه. وعلى فكره ده امر متكرر من كل رؤساء النادي الاهلي، كل رؤساء مش في كل الادوار دي. المره دي الموضوع مختلف شويه. يعني كنا بنلاقي كابتن حسن حمدي دايما يراس البعثه في الدور النهائي، دور قبل النهائي، في مباراه مهمه. حتى المهندس محمود طاهر راح النهائي. المهندس محمود راح لا انا وكابتن خطيب راح معاه يعني مش معاه، راح برضه حضر في المساند. لكن انا عايز اقول هو ده. أيوة. لكن انك انت في هذه المباراه دي رساله مباشره. هي دي شخصيه الاهلي اللي دايما وابدا ملك وكتابه، معني جدا جدا بالحفاظ عليها شخصيه الاهلي. ويجي ساعه الجد كل الناس تتكلم على الكلام ده. لكن لما ننسى نبتدي ننتقد ملك وكتابه، وانت بتتكلم في شخصيه الاهلي وهويه الاهلي يعني ايه قيم ومبادئ. هو ده، هي دي المعاني الحقيقيه. قيم ومبادئ لما تيجي تشوف اللائحه عامله فيهم ايه هنجيب. هي دي شخصية الأهلي على كل الأصعدة، من اللعيبة للجهاز الفني للقيادة الإدارية، الكل يتحلل تتربى بهذه على كده، تفضل بهذه الإرادة كده، بهذا التمسك، بهذا الحق في أنه جمهور الأهلي يفضل دايما وأبدا سعيد وفخور بفريقه وناديه. عندك سلاح لا يملكه الآخرون. بالظبط، لازم تتحلى بيه. بالظبط، كل الموروثات والكلام اللي احنا قلناه. حافظ على شخصيتك. الأهلي لا ينكسر، الأهلي لا ينهزم، الأهلي يفعل كل ما هو عليه، وساعتها أعتقد بتكون النتيجة المنطقية والطبيعية والعادلة إن جماهيره تفرح. بعد هذه الجولة هنقول لحضراتكم الموقف في المجموعة الأولى. الأهلي كسب الترجي 1-0، أو زي ما بيقولوا الأشقاء في تونس، واحد لبلاش. ما تديني الأول واحد لبلاش عشان خاطري قبل ما تقول الكلام ده. الكلام اللي كتبه الكابتن حسن مستكاوي. طيب، الناس كلها اتكلمت على رادس لغايه لما المهندس عدلي قال لي انا بقيت كلمه رادس بتطاردني في كل حته. قلت له طيب فما بالك بقى بالاستاذ حسن المستكاوي وهو يتحدث حين يلعب الاهلي في رادس. الاهلي حين يلعب في رادس بقلم حسن المستكاوي في الشروق بيدعم وبيأكد الكلام اللي احنا بنقوله لكم. الصداره ليست مجرد شكليات كما قال خالد بن يحيى مدرب الترجي. بس كما قال ايه؟ خالد بن يحيى. ده خالد بن يحيى قال الصداره شكليات. مش كما قال انها ليست شكليات. هو بينفع عنه الكلام. ففوز بي بي بيعترض مع عليه. ايوه يعني. ففوز الاهلي في رادس يمنحه قوه معنويه، وصدارته للمجموعه تمنحه الثقه. فكل فوز في كره القدم مثل كل فوز في الحياه، يدفع الفريق الى اعلى كما كان يدفع الانسان الى اعلى. وصحيح ان الترجي تاهل مع الاهلي الى دور الثمانيه، لكن الصحيح أيضا أن الأهلي هو الأول في المجموعة، والأول يسبق الثاني. والقيمة هنا أن الأهلي تجاوز تعثره في بداية طريقه بالبطولة الإفريقية، وكان الفريق عند حسن ظن جماهيره. وبيقول الأستاذ حسن المستكاوي الأهلي ما زال أمامه الكثير ليجمع بين الأداء الحلو وبين الانتصارات. ودي النقطة اللي قلنا لحضراتكم عليها من شويه، ووائل جمعه بيتكلم او حاتم الطرابلسي، الاهلي ما هوش الاهلي، لا الاهلي قدامه يعني وقت. انا كنت عشان يوصل للاهلي اللي الناس فعلا بتستمتع بأداءه. ده حقيقي، لان احنا في بدايه موسم طبعا ما تنساش. انا الباقي ده كله مع جهاز في حاجات حلوه قوي. اتفضل. بس ممكن ناخدها. ايه اللي عاجبك؟ يعني في معلق على وليد سليمان لوحده، معلق على كارتيرون لوحده، معلق على ان ده الفوز الرابع للاهلي في رادس. لكن انا الاستهلالي اللي قاله ده أكتر حاجة تهمني في الموضوع. خالد بن يحيى طلع الراجل وله العذر يعني. بيكلمون الأهلي انتزع الصدارة، قال هذه شكليات. إحنا الاثنين وصلنا. فالكابتن حسن مستكاوي أراد أن يقول إنها أكتر من شكليات. هي دوافع، هي حوافز، هي بتقر واقع، بتقر إن الأهلي عندما يعني يريد أن يتصدر ويتصدر هذا أمر مختلف. انا ليه هخلي وليد سليمان وكارتيرون بتاع في سياق مختلف؟ لان ده كلام عايز تركيز لوحده. طيب وليد سليمان عايز تتكلم عليه صح لوحده، عايز تتكلم عليه دلوقتي نتكلم. انا لا هنتكلم طبعا. لانه وليد سليمان بروحه باخلاصه بانتمائه، ولما بقول بانتمائه يا جماعه يعني اللي بيعترض يقول لك ده احنا في عصر احتراف. ايوه في عصر احتراف، بس مين قال لك المنتمي مش محترف؟ ده ربما كان الانتماء اعلى درجات الاحتراف، ان انت فعلا تكون
وانت متعاقد مع مكان انت بتحبه، انت مخلص له جدا، انت منتمي له قوي، انت بتنفذ العمل المنوط بيه قانونا من اجل اسعاد حاجه انت بتحبها. وليد سليمان هذا اللاعب المحترف اللي مش بمنطق الناس اللي بتتكلم ما ترباش في النادي الاهلي، مش من ولاد مدرسه الكوره في النادي الاهلي وقطاع الناشئين، لا، بس كافح كتير وتعب كتير وشق كتير وتحمل كتير واتضغط عليه كتير وانهار عصبيا لما كانوا بيحاولوا يبعدوه عن انه هيجي للنادي الاهلي، ولما اتعرض عليه من احد الانديه في الفتره الاخيره كان كلمته الواضحه انا تعبت جدا علشان اجي النادي الاهلي، فما عنديش استعداد افرط في الاهلي. شوفوا عايز اقول لك وليد سليمان اتفضل. وليد سليمان لما اتكلمنا عليه يوم مجدد وساب التجديد على بياض وكان معروض عليه مبالغ كبيره جدا هنا في الحلقه لقيته بعد الحلقه بعت لي رساله عباره عن 1 2 3 4 5 6 7 8 كلمات. انت بتقراهم دلوقتي من على التليفون؟ بقراهم، انا ما رضيتش اشيلها من الفيسبوك من المسج عندي. اتفضل. يا باش مهندس كده على طول. يا باش مهندس سهل تعمل فلوس بس صعب تعمل تاريخ. هكذا الله. يفكر الله. وليد سليمان. فلما بقول لك انا حفيت عشان اجي الاهلي، الراجل ده صادق جدا وهو النهارده ايقونة الفريق. انت عارف هو حفي فعلا؟ انا هقول لك وقع وقع انه حفي. وليد سليمان لما دخل مستشفى في الدقي وجاله حاله انهيار عصبي لما قالوا انه مش هيروح الاهلي، كان في بتروجيت وانبي عايز ياخده. اذكر ان جالي خبر انه وليد سليمان في المستشفى. فقلت للزميل العزيز محمود المخبزي ما تروح صحفيا تشوف ايه موضوع، كان ساعتها انت بتتكلم عايز تجيبه وده عايز يقعده في بتروجيت وحد عايز يوديه لانبي ووزير البترول سامح فهمي عايزه، في مشكله. فراح محمود المخبزي للمستشفى. قال لي ما لقيتش الا الشبشب بتاع وليد سليمان. خدوه حافي ايوه. على مكتب وزير البترول عشان يمضي لانبي. فلما بقول لكم هو حفي فعلا حرفيا عشان يجي الاهلي، لا حفي وتعب. لما بعت للمهندس عدلي الجمله اللي قالها دي رساله يا جماعه لكل اللعيبه، لكن لكل اللعيبه اللي عايز يمضي واللي عايز يجدد واللي عايز يمشي واللي عايز يقعد واللي عايز يعرف انه قيمه الاهلي ايه، انه من السهل تعمل فلوس بس كل حاجة هتخلص، كل حاجة هتنتهي، اللي هتفضل تاريخك، القيمة والتاريخ واحترام الناس ليك. دي رسالة، صدقوني كل التجارب هتخلص، كل التجارب هتنتهي. بعد ما تنتهي تبص وراك كده تقول يا ريتني ما عملت كده. مرحلة الفرز هتبقى مهمة قوي. بالظبط. يعني انت في لحظة اللي بتعمله بيتحسب عليك طول العمر بعد كده. فالأستاذ حسن السكاوي بيقول وليد سليمان من أهم لاعبي الأهلي، وهو مميز في تحركاته على حافة منطقة الجزاء، وله تمريرات قاتلة فيما يثبت ناصر ماهر أنه سيكون، وده كلام مهم لناصر ماهر بقى، أنه سيكون صاحب دور في الأهلي وسيكون بديلا لعبد الله السعيد في أداء هذا الدور، لكن بأسلوب مختلف ومهارات مختلفة. فناصر ماهر أسرع في الحركة والجري وسرعاته في مسافات قصيرة واضحة، وهو يسلم الكرة إلى زميله ويتحرك ليمنح زميله فرصة الاختيار وتعدد هذا الاختيار عند التمرير. وهشام محمد نزعته هجومية، والأهلي كفريق بطولات يلعب للفوز وعليه تكثيف عدد لاعبين أو لاعبين المهاجمين في كل خطوطه. هنا الكلام على وليد رسالة للجميع، بس الكلام عن ناصر ماهر مهم جدا ليه ولكل اللعيبة اللي صاعدة. ناصر ماهر يستطيع أن يكون مش من أهم لاعبي الكرة المصرية في الفترة القريبة لو هو حابب وعايز، عنده القدرات وعنده الفرصة وعنده المناخ. مفيش فرصة أفضل من إن أنت بتلعب في النادي الأهلي، مفيش إمكانيات أكتر من إن أنت نشأت وتربيت في النادي الأهلي، مفيش توقيت أحسن من هذا التوقيت اللي بتمنح فيه كل هذه الفرص وهذه المساندات والدعم. طب أنت عايز إيه تاني؟ أنت عندك فرصة حقيقية تبقى حاجة كبيرة جدا. وبص لكل اللي سبقوه، هنا كنا أول ناس وجهنا رسالة قلت لك أنا قلقان من جملة قالها في حديث لأحد الصحف ناصر ماهر أول ما جه، أول ما رجع من فاكر ووجهت له نصيحة لما قال لك أنا مش بديل حد ومش هقعد احتياطي، أنا أو أنا جاي ألعب يعني بس أنا مش بديل حد. بالظبط.
اولا انا بس الاول عايز قبل ما اخش في ناصر ان سأكون صاحب ده سأكون بديلا لعبد الله السعيد. انا النغمه دي عايزين نبطلها شويه حته انه بديل عبد الله السعيد لان برضه انت مش هتطلو عبد الله السعيد لعيب كبير بس عبد الله السعيد بقى لعيب مهم ومؤثر في نهاياته بالظبط لكن برضه مش ما هواش يعني عبد الله يعني عبد الله السعيد بكل اهميته ما وصلش لابو تريكه فهمني أيوه. فمو يعني انا ما وصلش للخطيب صحيح. ما وصلش يعني للعلامات الفارقه فانا مش عايز يبقى السقف بتاع ناصر ماهر انه باصص انه يبقى بديلا لفلان انا عايزه هو يكون في يوم ما الناس تقول كن انت مين بديل الراجل ده كن انت مين بديل الراجل ده ايوه بديل الراجل ده يعني عندك شخصيه يعني عندك اخلاص يعني عندك طموح يعني عندك تواضع يعني عندك ادراك للمكان اللي انت فيه والاهداف اللي مطلوبه منك سمعت له بعد ماتش الترجي على طول كلام بدد بعض القلق الذي بداخلي وهو يتحدث المره دي اتكلم على الفريق اتكلم على طموحاتنا ولسه عندنا كتير ولسه انا قدامي كتير بدا يقول النغمه اللي تتمنى انها تكون عميقه جواه متجذره جواه لان زي ما احنا بنقول كفى كلاما عن ما يمكن ان يفعله ناصر ماهر انت قلت كلمه هاخدها ماهر ناصر ماهر عنده فرصه عارف ايه هي الفرصه ان مصيره وايده طبعا لان انا ممكن ابقى مجتهد بس فرصتي ان حد يشوف اجتهادي لان في ناس تانية اكثر مني نجوميه او ان هي لامعه اكتر او ان هي تقدر تعبر عني اكتر مصيري مش في ايدي بس انا لو الناس اعتمدت عليا هنجح طب لما انا بقى الناس كلها متوسمه ان عندي قدرات بقى الباقي بتاعي كله كل ما يتبقى من اسباب النجاح المطلوبه او المتوقعه لناصر ماهر كل الاوراق في ايده هو لان الباقي كله متاح الموهبه متاحه القدره متاحه السن متاح النادي متاح المدرب متاح قناعه الناس بيه متاحه مش ناقص غير هو عايز ايه عايز يشتغل على نفسه ازاي عايز يحب المكان ازاي عايز يديله ازاي فاصبح ناصر ماهر امامه فرصه في ايده ارجو ان يغتنمها مع ناصر ماهر اللاعب اللي تتمنى انه ياخد فرصه ويغتنمها مين ليك واحد ليه واحد اه انت عارف ان شعار النادي الاهلي كان اول شعار للنادي الاهلي اللوجو بتاعه متوجا على قيمته التاج الملكي هو النادي الملكي ولكن ان تمنح ام كلثوم الوسام في النادي الاهلي يقول لك ما كان للكمال ان يكتمل الا في النادي الاهلي هذه قيمه النادي الاهلي اللي من غير ما احنا محتاجين لا نرغي ولا نقول ولا نزايد ولا ندعي ولا نعمل اي حاجه التاريخ والذي يعطيك الحقيقه عندما تلجا اليه في ليله العيد في ليله العيد في كل ايامك كل ايام النادي الاهلي اعياد الحمد لله باذن الله عشان كده حلقه النهارده في ليله العيد مهمه جدا فيها بعد ما ساهمت المباراتين سواء مع النجمه او مع الترجي في تجهيز اكبر عدد والدفع واكبر عدد من اللاعبين النادي الاهلي بيعمل موسم استثنائي جدا النادي الاهلي بيغير جلده بينزل بمتوسط الاعمار لعيبه مهمه مشيت منه لعيبه بطلت ولعيبه طالعه الناس اشتاقت عايزه تشوفها فاصبحت بتشوفها ولما انت بتشوفها كمان كويسه فالنادي الاهلي انا اشوفه هيعمل موسم استثنائي هيعمل موسم كويس لكن مش عايزين الناس تضغط مباراه بمباراه لان المنافسه بقت صعبه جدا السنه دي المنافسه صعبه والاهلي في هذه المسابقه وهذه الظروف لا يحتاج ولا يطلب الا ان تتوفر في مسابقه الدوري العداله التحكيميه الكافيه العدالة التحكيمية الكافية مطلوب وأن يكون الاتحاد أب لجميع
أن يكون الاتحاد أب للجميع، ودي بتحط تحتيها كل الخطوط اللي أنت عايزها. لأن مسألة أن التحكيم، أنت مش بتقول التحكيم هو جزء من الاتحاد، لأن النهاردة اللي مسؤول عن التحكيم هو عضو مجلس إدارة الاتحاد واللجنة، هو 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 خلاص الاتحاد أوجد نظاما جديدا أن يبقى عضو مجلس إدارة هو مباشرة ملتحم بهذا الأمر خلاص. فأصبح أن لا، أنت دلوقتي ما أنتش راجل النهاردة في موقف التقييم، ده أنت في موقف أن تحاسب. أنت وأنت عضو مجلس إدارة أنت بتقيم الأمور، يخطئ رئيس لجنة التحكيم بتحاسبه، طب مين هيحاسبك؟ فمجلس إدارة. فإذا أنا لما بقول والمسألة مش مسألة بس تحكيم، ده هتلاقي قرارات في المسابقات، هتلاقي قرارات في جدول الدوري، في التأجيلات، في التعامل، لازم الناس تبقى كلها مسطرة واحدة، مسطرة واحدة. نتمنى أن تتوفر للمسابقة كل العدالة الممكنة، نتمنى أنه كل الأطراف تقوم بمسؤولاتها صح، لكن حين تظهر شخصية الأهلي ما تقلقوش أبدا. بعد الفاصل. كل عام هأجل، لا ليا اتنين، لا ليك واحد. شوارب قال لي اديله واحد من عندي، خلاص واحد من عندي واحد من عند شوارب. اكرم والراجل بيعمل اللي عليه صراحه، اكرم توفيق. انا عندي ثقه في هذا الولد لانه مجتهد وبيشتغل وعنده طموح ومش بتاع كلام وبتاع ملعب. واعتقد انه مطيع، وانه الثاني احمد حمدي خدته مني. ما انا عارف ان انت كنت عايز من الاول يعني، بس انا هبدل، فانت بتقول لي واحد وانت كنت عايز تاخده، فانت قول لاحمد حمدي اللي انت عايزه. شوف، اكتر حاجه في رايي كان خطا الجهاز الفني، مش اللي فات بس، ربما اللي قبله، الاعتماد على اللاعب الواحد المؤثر في مكان مهم. بمعنى انه ابو تريكه لما اعتزل استلم عبد الله السعيد كصانع لعب، والمباريات اللي الاهلي لا يعتمد فيها على صانع لعب بيبان فيه خلل في الرسم التكتيكي بتاع الفريق. فالمساله في وجود صانع لعب مساله مهمه جدا. خدنا وقت وصبرنا كتير لغايه لما عبد الله السعيد سد هذا الفراغ. بس المشكله انه لما سده اتساب لوحده. فلعب عدد كبير من المباريات وهو مجهد ومنهك، ومردوده وعطائه قليل، وانتاجه كان قليل في بعض الفترات، لكن ملوش بديل. ومعرفش ليه الناس ما فكرتش في انه لازم ان يتوجد بديل. حتى على مستوى منتخب مصر يا ابراهيم، في هنا في كسل في ان احنا في واحد موجود فبنستخدمه وخلاص. ده تفكير استراتيجي خاطئ 100%. عشان كده واحنا سعداء بانه ناصر ماهر مره عن الثانيه بينضج اكتر وبيثبت اقدامه اكتر، لازم يطلع معاه حد على نفس القدرات في نفس المركز بنفس المهام، بحيث انه لا يحدث الخلل المفاجئ لأي ظرف كان. أحمد حمدي لاعب يمتلك هذه القدرات العالية جدا في القيام بهذا الدور. بس عنده مشكلة واحدة أستاذ، مؤكد إن فيه، لا ما المشكلة هتغير له حياته، قدرته على التطور، إنه يفضلش زي ما هو، لازم يعتمد على موهبته، لازم يطور نفسه، لازم أن يسيب نفسه للمدير الفني. عندكم فرصة كبيرة جدا بمدرب كبير زي كارتيرون. اتمنى انه واحنا ندعم ونساند ونكبر ونتقل ناصر ماهر، احمد حمدي ما يبعدش عنه، عشان يبقى عندك لاعبين تقال جدا في مركز مهم جدا في بناء شكل الاهلي. ولو ليا حد غير اللي انت خدته اقول لك صلاح محسن. لا صلاح، بص صلاح محسن هياخد فرصته وهيثبت وجوده، ده زمان. ليه؟ لأنه هو في الملعب ما بيتدلعش، بحس أنه هو بيسمع الكلام، وعنده بقى الانطلاقة المرعبة بتاعت كده. شفت له الماتشات بتاعت اللي لعبوها مع الجزائر في المنتخب الأولمبي. لا لعيب عارف بيعمل ايه، ياخد الكرة ويروح للجون ازاي من اقرب طريق وبتاع. فهو مسألة وقت، ده مسألة وقت. صلاح محسن بإذن الله. انت عايز بقى، لا انت عايز تتكلم لي مين مستقبل الاهلي؟ هنتكلم في الرباعي ده ولا طبعا. يعني هنتكلم
اصل هشام محمد اكبر من ان هو لا لا انا بتكلم على اكرم وعلى صلاح وعلى ناصر وعلى صلاح وعلى احمد حمدي. هذا رباعي حط عليهم بقى واحد المدرب مؤمن بيه وعنده قدرات بس انا ما اعرفش شخصيته لسه ما شفتهاش. الشريف محمد شريف حط معاهم هذا الرجل. تستطيع ان الخمسه دول الواعدين الصاعدين لان سنه صغيره سنه صغيره دول الخمسه دول لو تم ان هم بطموحهم وقدرتهم على التطور والرغبه في التطور مع الفرص مع الفريق لا يبقى انت كده تقدر تعمل التدويره بتاعتك بسهوله من غير ما حد يحس والاهلي برضه هيوصل للفريق اللي انت عايزه باذن الله. طيب المجموعه الاولى قلت لكم في افريقيا الاهلي كسب الترجي 1 وكامبالا سيتي فاز على تاونشيب 1-0 فاصبح ترتيب هذه المجموعه الشكل اللي حضراتكم هتشوفوه. الاهلي عنده 10 نقاط، الترجي عنده 10 نقاط والاثنين صعدوا. كامبالا سيتي 3 وتاونشيب رولرز 6 كامبالا وتاونشيب 3. المجموعه الثانيه وفاق سطيف الجزائر تعادل في ملعبه مع مازيمبي 1-1 والدفاع الحسن الجديد المغربي تعادل في ملعب فاز في ملعبه على مولوديه العاصمه 2-0 اصبح المجموعه الثانيه مازيمبي عنده 11 نقطه وصعد، الدفاع الحسن الجديد عنده 5 نقاط والباقي كله خمسات. يعني مازيمبي لوحده 11 خمس مباريات كسب 3 وتعادل 2، الباقي بقى الدفاع والمولوديه وفاق سطيف العرب الثلاثه خمسات، فبالتالي اصبحت فرصه مين يصعد مع مازيمبي متاحة بين الفرق الثلاثة. المجموعة الثالثة الوداد المغربي فاز في المغرب على صن داونز 1-0 والحرية الغيني فاز على توجو بور 2-1. أصبحت المجموعة الثالثة بعد هذه النتائج الوداد الأول عنده 11 نقطة وصعد. حرية خلص ماتشاته؟ لا يعني ضمن الصعود خلاص. يعني لسه له ماتشات؟ لسه له ماتش بس عنده 11 نقطة. لا اصل انا بفكر في حاجة اصلي هقول لك ليه بسأل السؤال ده. هو الوداد كده أول ومازيمبي أول عشان كده صدارة الأهلي تجنبوا المواجهة مع الوداد أو مع مازيمبي. حورية الثاني عنده 8 نقاط أقرب للتأهل، صن داونز عنده 5 وتوجو عنده 3. المجموعة الرابعة النجم الساحلي اتعادل في ملعبه مع اول اغسطس 1-1 ومبان سوالرز خسر من زيسكو يونايتد الزامبي 3-0. اصبح الترتيب في هذه المجموعه النجم الساحلي عنده 11 نقطه وصعد. لاحظوا انه في فوارق كبيره في بقيه المجموعات، يعني مازيمبي 11 نقطه وصعد، الوداد 11 نقطه وصعد، النجم الساحلي 11 نقطه وصعد. من هنا كانت اهميه أو لازالت أهمية أن يحتفظ الأهلي بالمكسب، يحتفظ الأهلي بالصدارة في الجولة اللي جاية مع كامبالا سيتي مباراة في غاية الأهمية، الفوز بيها يجنب الأهلي مواجهة النجم الساحلي أو الوداد المغربي أو مازيمبي الكونغولي. التلات فرق دول صعدوا أوائل مجموعاتهم ب 11 نقطة عشان الأهلي يتجنبهم في المواجهة اللي جاية في دور الثمانية. لازم يكسب كامبالا سيتي هنا عشان يدخل كأول المجموعة زي ما وصل لها دلوقتي. ده الموقف في هذه المجموعة اللي الأهلي بيتمنى إن شاء الله وبيسعى في مباراة كامبالا سيتي الفوز بيها. والمهندس عدلي كان أشار في نقطة في بداية الفقرة ديت، هو ليه الأهلي وصل لهذه القفزة؟ الأهلي قفز القفزة الكبيرة قوي من نقطة واحدة في دين المجموعة لعشر نقاط كاملة في صدارة المجموعة. الجامب العالي قوي ده الاهلي عمله لانه ما شغلش نفسه بالرغي، ما شغلش نفسه بانه يقعد يرد على ناس كتيره قوي كل الهم كل همها الكلام، كلام معوق، كلام مشوه، كلام مسيء، كلام في الهواء. الاشاعات بتاعه اللي بالنسبه لفريقه ما انشغلش بيها بالظبط. ركز في الشغل، الاداره ركزت في شغلها، لجنة الكرة ركزت في شغلها، الجهاز الفني ركز في شغله، كانت النتيجة هذه الثمرة الإيجابية في هذه القفزة الكبيرة. هو في أكتر من يجي ميعاد القيد على الجميع فتسمع الأهلي اتفتح له باب القيد مخصوص، الأهلي سجل بعد رغم إنه ده سيستم
الكترونيا هيقفل دلوقتي خلاص، ما ينفعش يعني. عايزين تعرفوا قبل كده كان غير كده. عايزين تعرفوا قبل كده مين كان بيتفتح له القيد مش بعد ما يخلص بساعه ولا بنص ساعه؟ مفتوش ده ثلاث شهور. ناس بيتفتح لها القيد تسجل لعيبه بعد انتهاء القيد بثلاث شهور. ده مش تهريج، ده بعظمه لسانه احمد سمير فرج وهو يعترف هذا الاعتراف المهم. خطوة الزمالك برضو كان منتظر فيها حاجات اكتر بكتير من اللي خرجت من احمد سمير فرج، مش كده؟ خليني اقول لك ان انا الظروف بتاعت الزمالك، انا قوانين اتغيرت بسببي. يعني ايه اتغيرت بسببي؟ يعني انا الدوري خلص في بلجيكا في شهر 3 فالدوري خلص بدري، ولما رجعت في شهر 3 فانا اوريدي كنت راجل مريح بقالي شهر ما بتمرنش في اجازه، فده لا وقت تأييد هاني ولا اي حاجه. فجيت من بلجيكا ايدوني، قال لك ان كابتن احمد حسن مسك منتخب مصر مع كابتن شوقي غريب، ايوه، فهنأيد احمد سمير على اساس ان احمد حسن في مهمه قوميه. تمام. وتأيدت في شهر 3، فدي حاجه اول مره تحصل في التاريخ، عمرها ما حصلت قبل كده ان حد يتأيد في شهر 3. فالزمالك انا يعني ناسي خالص قصه ان هم برروها بان احمد حسن في مهمه قوميه فنفتح القيد. ما كانش في اصلا مكان في القيد، ما كانش في مكان في القيد، لكن عشان انا قالوا ان احمد الكلام ده كان فبراير 2014 بالظبط. برافو عليك. فهو ده يعني اصلا ما كانش في مكان في القايمه، ده هم حطوني مكان احمد حسن، واحمد حسن قالوا في مهمه قوميه ومع الزمالك متضرر فلازم نعوضه. فدخلت من هنا. الموضوع ملوش دعوه ان حد بيفتح الاتحاد الكوره بالليل وبنأيد، لا، ده ما دام سيستم الكمبيوتر يبقى خارج عن ارادتنا، انما لو بشر والكلام ده زي ما انت بتقول، لا، الموضوع كده مختلف تمام. عندنا بشر. عندنا بشر. طبعا. عرفت ليه بقول لك ان يكون الاتحاد اب للجميع والاولويات سواسيه، وانه المكان الشرعي اللي الناس تثق ان حقوقها موجوده عنده، وانه يدير بالنيابه عنهم مش بسلطه عليهم؟ لان الموضوع ده هدي لك ثلاث وقائع تستغرب عليهم. هاني سعيد اتسجل من غير عقد. لما حصل الخلاف بين الاهلي والزمالك وقالوا العقد ضاع وعم منصف خطفه وعم منصف قال ده خطفه من ايدي وعمل له محضر والكلام ده، سجله من غير عقد. من غير عقد. يا نهار ابيض. عايز وقعه ثانيه؟ حمزه الجمل. اتسجل من غير عقد ومن غير، وكان ماضي للاهلي. حمزه الجمل وقعته انه كان موقوف سنة. جه النادي الإسماعيلي أعاره لنادي بني ياس. أيوه. عمل إيه بقى النادي الإسماعيلي؟ قال لك طالما إنه مش عندي ومعار، كان زمان الإعارة تخرجه. لا، الإعارة تحتفظ بالمكان، يعني أنت إعارته يبقى الشغل مكان عندك. فهو عايز يستفيد من المكان، فخرجه من القايمة. خلاص ما بقاش لعيبه. أيوه. على أساس إنه هيرجع لي يأيده. وقتها صلاح حسني، ايوه، كان مدير كوره، سافر جابه. ايوه. خلاص؟ وجه النادي الاهلي وخلصنا كل الاجراءات. الدكتور عماره كان رئيس المجلس الاعلى للشباب الرياضي. ان يا ابراهيم الاتحاد يرضى يسجل لك هذا الكلام؟ يا عم الورق اهو، الراجل مش في اوراق الاسماعيلي. ده فري. فالمهم يعني هددوه بالشطب ومش عارف ايه وبتاع. فكابتن صالح قال لي اديله ورقه. قبل ما اديله ورقه يعني ما رضناش يعني ان احنا نصعد نطعن على سجلوه لا اولى تخريجه كده وسجلوه برضه. بدون ورق. بدون ورق. اه حسني عبد ربه دي قصه ثانيه خالص، ما رضاش ينفذ حكم المحكمه لا الفيفا ولا الكاس، وقال لك يعني عندك جواب من نادي ستراسبورغ بيقول لك انا كسبت القضيه وغير قابله للطعن، وعندك عقد مع ستراسبورغ، وعندك جواب بيطلب منك بقيه اتعابه وخد بقيه اتعابه، وعندك عقد اللاعب، كله مقاومات، والورق ده كله موجود في اتحاد الكوره ما رضاش يسجله لك. هذا هو المعيار والذي، وبعدين تضحك بقى يقول لك نادي الدوله. ايوه، هو نادي الدوله، دوله الشعب. لا، ودولة الدولة، لأن الدولة تفخر بيه، هي مالهاش دعوة بدواليب العمل الجزئي.
الأهلي هو نادي الدولة وعليه راس وريشة اسمها الحق والصح والنظام والترفع، وإنه ما ياخدش غير حقه وإنه ما يتصهينش على حقه. هو ده يعني الأهلي على راس وريشة؟ الأهلي على راس وريشة؟ الأهلي على راس وريشة اللي أنا بقوله لك ده، مش ريشة يعني إن هو مميز يعني، لا، هو ريشة قيمه انضباطه وقيمه وترفعه وحفاظه على حقه وعدم اعتداءه على حق الآخرين. هي دي بتخلي الأهلي مميز، هي دي ريشة الأهلي، هي دي ريشة الأهلي. اللي عايز يشوفها يشوفها، اللي مش عايز يشوفها هتطرف عينه، هتطرف عينه. هو ده الأهلي اللي مش مشغول بشمعنا أبدا. في ناس تاريخها قايم على شمعنا، كل ما تقول حاجة شمعنا الأهلي، معرفش إيه شمعنا الأهلي، طب ليه شمعنا الأهلي، والأهلي يمضي في طريقه ويستعد لوضع دستوره التاريخي. الأعضاء يقررون في لحظة فارقة جدا من تاريخ النادي الأهلي بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد في هذه اللحظات المهمة جدا من تاريخ النادي. على أعضاء النادي مسؤولية أيضا تاريخية. الأعضاء يقررون مستقبل الأهلي، يقررون خارطة طريق مستقبل النادي، يقررون كيف سيدخل الأهلي المرحلة القادمة بأرضية تشريعية لائقة بالنادي الأهلي وترتقي إلى مستوى وطموحات جماهيره. مجلس إدارة النادي وجه الدعوة للجمعية العمومية للإنعقاد يوم 28 سبتمبر القادم علشان تصوت على دستور الأهلي. دستور الأهلي بالمعنى الحرفي. وحد هيقول لي دي مسألة تخص أعضاء النادي. الأعضاء هيقرروا، بس الأعضاء هيقرروا ما سيسعد الجماهير. عندما يقرر الأعضاء لائحة منضبطة، لائحة متسقة مع مستقبل النادي، لائحة تراعي كل الظروف المناسبة للنادي، فالأعضاء بيقرروا ما يسعد الجماهير. جمهور الأهلي لن يسعد بالأهلي إلا وهو قوي، والأهلي لن يستمر قويا بدون أرضية تشريعية قوية. جمهور الأهلي يسعد دايما وأبدا أن يفوز الأهلي بالبطولات، والأهلي لن يفوز بالبطولات إلا إذا ارتكز على لوائح قوية ونظام حقيقي يكفل لكل الرياضيين اللي في النادي إن هم يقدموا أفضل عطاء ويحققوا أحسن إنجازات. أعضاء النادي بيقرروا لائحة تحقق مستوى استثماري مهم للنادي، وجماهير النادي لن تسعد بطفرة استثمارية قوية قادرة على جلب البطولات وضم النجوم والاحتفاظ بأبرز اللاعبين بدون قدرات اقتصادية جيدة. هذه القدرات الاقتصادية الجيدة لن تتحقق إلا بمناخ استثماري مفيد للنادي. هذا المناخ لن يتوفر إلا بسنة تشريعي مهم. عشان كده 28 سبتمبر الأهلوية يصوتون على دستور النادي. الأهلوية أعضاء النادي مدعوين من الجمعية العمومية يوم 28/9 للقيام بهذا الدور المهم جدا لصالح الأهلي كله. المسألة لا تخص لا مجلس إدارة لوحده ولا فريق لوحده ولا حقبة زمنية لوحدها يا باشمهندس. لا دي بتخص التاريخ. شوف، يمكن كان قضيتنا الكبرى والذي تصورها البعض صداما مع المجلس السابق كانت هي النظام الأساسي. أيوة. خلافنا المعلن والذي زي ما كنت بقول دونه حياتنا، دونها الرقاب، دونها الرقاب، كانت هي اللائحة اللي كنا شايفين انها كانت بتكمل على بند او اتنين شديد الخطورة على النادي الاهلي. النهاردة النادي الاهلي بيطلق، بس من فضلكم وانا بتكلم كده رجعوا لنا اللوجو تاني عشان الناس تبقى فاهمة. اللوجو ده أول مرة بينزل، هو النظام الأساسي هينزل
بهذا اللوجو يا جماعه. ده الكفر بتاع اللائحه هتنزل بهذا الكفر، يعني لما تلاقوا الكفر ده يبقى تعرفوا ان دي هي دي اللائحه، دي اللائحه اللي هيصوت عليها. انا بس قبل ما نتكلم عايز اقول شويه حاجات باكد عليها، وهذه معلومات مؤكده مش بقول يعني اجتهادات. ما سوف يطرح الان هي مسوده اولى، مسوده اولى وليست المشروع المتكامل. ليه بنقول ليست المشروع المتكامل؟ لان طالما ان هيحدث عليه تعديلات هو مطروح للحوار المجتمعي لقبول ان يحدث عليه تعديلات. طالما انه هو بيحتمل التعديل يبقى هذه مسوده اولى. حطوا تحت الكلمه دي 10 خطوط. ممكن اقول مسوده مش مسوده؟ مسوده اولى. هذه مسوده اولى. شكرا لابراهيم. دايما يصحح لجهل اللغه. لا عفوا. لا والله. لا عفوا. دكتور سعد الشلبي، وهيبقى لنا توقف معاه في مرحله ما في هذه اللائحه يعني. لكن انا بقول وبؤكد ان الخطوات هتمشي كالآتي، هتنزل المسوده الاولى هيبتدي الاعضاء يقروها، وهتبقى متاحه سواء على الموقع الالكتروني بتاع القناه بتاع النادي او في 20 او 25 زي ما انتم عايزين. لو خسروا خلصوا 25000 نسخه ورقيه نسخه ورقيه، لو خلصوا يتبع غيرهم. وانا اتمنى ان يخلصوا، واتمنى ما يجيش اقل من 30-40 ألف واحد. مهمه جدا 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 المره دي ان نقرا كويس ونقول كويس، وما نبقاش داخلين في حاله جدليه، يعني نبقى داخلين في حاله دراسه موضوعيه لكل اعتراض بنقوله وبنسببه. انا معترض على دي ليه؟ كويس. وفي الاخر المسودة الأولى دي بالاقتراحات اللي دخلت عليها أو المطلوب إدخال عليها هتخش على لجنة عليا. سمعت إن كمان معانا في استكمال الخبرات قد سوف يضم إليها الدكتور فاروق العقدة، قامات كبيرة جدا بتشتغل على اللائحة دي. بعد ما وهتعاد طرحها، يعني بعد ما تصاغ صياغة قانونية بقى تاني بالتعديلات التي وردت إلينا من الأعضاء، هتطرح مرة أخرى عشان نوصل إلى الصيغة النهائية اللي بعد كده هتطرح الجمعية العمومية. شوارب بنزل لك الإيميل اللي المفترض الأعضاء يتفاعلوا من خلاله ويبعتوا ملاحظاتهم على مواد اللائحة. وكمان هيبقى فيه إيه؟ ده هيبقى فيه صناديق لتلقي الاقتراحات الورقية في كل الفروع. يعني هتبقى أكبر قدر من التسهيلات ان الناس تستوعب المقترحات وتتعامل معها. فاذا هيمر بثلاث مراحل، مسوده اولى تتلقى المقترحات، مسوده ثانيه تتضمن بعض المقترحات التي يتفق عليها، ثم تطرح ثاني مره اخرى للحوار المجتمعي، ثم يعاد في صيغته النهائيه في تغلب بقى وتنزل بالشكل اللي شفناه عشان تبقى هي دي لائحه النظام التي سوف يقترع عليها. يقترع عليها من مين بقى؟ من أعضاء الجمعية العمومية اللي هتتحط لهم آليات مريحة جدا للتصويت، وهيبقى المسألة مسألة يعني هتسهل العمل. لكن كل ما زاد العدد كل ما فخرنا، يعني عايز أنا كل واحد رب أسرة يقعد مع أولاده، يا أولاد أنا شاركت في دي. مش ضروري شاركت بأنك عدلت حاجة، انا شاركت ان انا اعتمدتها بالظبط، ان انا بالظبط كنت شريك في وضع دستور الاهلي نظامه الاساسي اللي هنعمل عليه كلنا لفتره طويله. هذه المسوده من سته اقسام يا استاذ ابراهيم، كل قسم معني ببعض الموضوعات. اقترح ان شاء الله خدنا حلقه 2-3 ان احنا نبتدي نبص إطلالة سريعة كده، وإذا كان عندك أي آراء فيها أو السادة المشاهدين مش ضروري نقراها. الباب الأول أنا بس عايز أفكر الناس وإحنا بنحس الأعضاء على إن هم يجوا، هو ليه الأهلي هيعمل لائحة؟ عشان نرجع شوية لورا، قانون الرياضة الجديد لما اتعمل القانون 71 ل 2017
قال ان كل نادي يضع لائحته الاساسيه الخاصه بيه. ده كان في بدايه عمليه تحرير الرياضه المصريه كانديه واتحادات من قبضه الحكومه، فتنتقل التبعيه المباشره ليها للجنه الاولمبيه. هنا كان لزاما على كل هيئه سواء نادي او اتحاد انه يحط لائحته. وكان اللجنه الاولمبيه وقتها حددت نصاب قانوني لاكتمال الجمعيات العموميه لكل نادي حسب عدد اعضائه العاملين لوضع هذه اللائحه، بحيث ان كل نادي يحكم نفسه بنفسه. العضو يقرر يحكم ناديه ازاي في الاخر، يعني هم فعلا الاعضاء هم اللي بيقرروا. وقتها الاهلي لم تكتمل له الجمعيه، حصل جدل قانوني حوالين صحه الانعقاد مره واحده على يوم واحد في مقر واحد، وكان ساعتها مجلس الاداره راى الانعقاد في مكانين في الجزيره ومدينه نصر على يومين، ما اعتبرته اللجنه الاولمبيه غير قانوني ورفضت اعتماد لائحه الاهلي اللي كان اعدها مجلس الاداره وقتها، وفرضت على الاهلي اللائحه الاسترشاديه. اللي عيب ان نكمل عليها. ايوه عيب نكمل عليها. هنا دي مسؤوليه اعضاء النادي. الاهلي منشئ الرياضه في مصر حرفيا. الاهلي هو من اسس للتشريعات الرياضيه في مصر. عيب قوي يفضل شغال باللائحه الاسترشاديه. الاهلي وعدد من الانديه الصغيره وبعض مراكز الشباب اللي اشتغلوا باللائحه الاسترشاديه، في انديه شقيقه صغيره عددا من الاهلي بكتير قوي حطت لائحتها، لان هي مشيت في الطريق القانوني واعتمدت لائحتها. فاعتقد عيب قوي الاهلي يفضل شغال بلائحه استرشاديه مفروضه عليه. عشان كده هي مسؤوليه كل اعضاء النادي. تعالى حط دستورك بنفسك، محدش هيفرض عليك حاجه. بكل الآليات الديمقراطية المسألة متاحة ومباحة لكل الأعضاء من خلال الإيميل اللي المهندس عدلي قال لكم عليه واللي هيظهر على الشاشة تباعا. كل عضو من السادة الأعضاء لو دخل على الموقع الإلكتروني بتاع النادي أو لو راح النادي وقت ما هتنزل النسخة الورقية هيشوف النسخة، هيبدي كل ملاحظاته اللي عايزها ويقدم مقترحاته. اللجان المختصة بتستقبل هذه المقترحات على هذه المواد وتبدا الصياغه، اعتقد ممكن تظهر في 9 سبتمبر عشان تكون جاهزه للاستفتاء عليها ان شاء الله 28/9. 9 ده انت بتتكلم. لا مش هتلحق 9 سبتمبر لان في طرح تاني زي ما قلت لك يا ابراهيم. ايوه ده في مسوده اولى، في مسوده تانية. فنتمنى انه ايا كان يعني المهم الكل يطلع بدوره، لانه مجلس الاداره ما بيحطش لائحه لنفسه، ده احنا بنحط دستور للاجيال القادمه للنادي الاهلي. هنا مسؤولية الأعضاء. أنت عايز تبص إلى بص هقول لك عشان نقدر نختصر الأمور. أنا بصيت على القسم الأول سريعا كده، هو بادي إن الباب الأول التأسيس والهوية، وده هيبقى لنا وقفة سريعة معاه الحفاظ على هوية النادي بقى. ما هو بس أنا هقول لك هتلاقيها كبسولات كده هتروح مكلمني أنت في كل حاجة من دول. الديباجة الأولانية بتقول تاريخ اتأسس سنة كذا، مش عارف دخل عليه أحكام قانون كذا 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 كذا، دي مادة واحد اللي هو تاريخ التأسيس لا يستوقفنا في شيء. اسم وشعار النادي، توصيف لاسم وشعار النادي، وبيقول الألوان المتاحة لينا، برضو ما يستوقفناش شيء. مادة ثلاثة، موطن ومقر النادي وفروعه. مقر رئيسي 3 شارع صالح سليم الجزيرة محافظة القاهرة، وله حاليا 3 أفرع، الأول بمدينة ناصر في شارع كذا، والثاني ب 6 أكتوبر في شارع كذا، والثالث في محافظة القاهرة الجديدة أو في القاهرة الجديدة في شارع كذا. ويجوز للنادي إنشاء فروع لا دي نقطة بقى، دي الجملة اللي ما تتعداش. لا أنا بكمل بقية السطر. يعني الفروع. وهنا ايه الجمله اللي ما تعداش؟ انه النادي الاهلي في لائحته او في دستوره كده. اول حاجه بيحتفظ بهويته انه مقره الرئيسي 3 شارع صالح سليم.
وشيء رائع جدا أن يخلد تاريخ الأهلي اسم المايسترو كابتن صالح سليم أن يكون ده عنوانه الرسمي. شيء فعلا منصف جدا لقيمة الكابتن صالح. يظل العنوان الرسمي للنادي الأهلي مقرورا باسم صالح سليم، 3 شارع صالح سليم. الجملة إنما الجملة اللي أنا كنت عايز أقف معاها، الطموح اللي كنا في ملك وكتابة تقريبا من المجلس السابق أول من نادينا به، لماذا لا يخرج الأهلي برسالته للمحافظات؟ ليه الأهلي ما يتمددش بدوره ويطوف المحافظات بفروعه؟ فقالت اللائحة أو مشروع اللائحة، ويجوز للنادي أن ينشئ فروعا له داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وذلك بموافقة مجلس إدارة النادي وجمعياته العمومية والجهة الإدارية المختصة، لكن هذه الفروع وقتها لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن النادي الأصل. يعني فروع تابعة للنادي بس. أيوة، لا تتمتع بشخصية مستقلة عن النادي. أنا كنت متصور أن أنت هيستوقفك أن في مقر رئيسي وثلاثة أفرع ويحق له كويس إنشاء فروع، دي ملاحظة. ولكن ليست أماكن مستقلة عن النادي. إذن في اللي كان بيتقالك إن, 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 إن كلها مقر، لا، ما هي مش مقر، كلها مش مقر. منطقة الإقليمية للنادي طبعا، الدول العربية، القارة الإفريقية، يعني حتى لو توصل أهو بيقولك المنطقة الإقليمية للنادي، القارة الإفريقية والمنطقة العربية، وللنادي المشاركة في الأنشطة المحلية والعربية والإفريقية والدولية. لغة النادي طبعا اللغة العربية. هنا برضو في اسم وشعار النادي استأذنك، علشان ده تأسيس الحقوق بقى. يقوم النادي طبعا بعد النص على شعار النادي وليه هو بهذا النسر المحلق باللونين، لكن النقطة اللي يتم التأسيس عليها، يقوم النادي بتسجيل الاسم والشعار واللون وكافة حقوق الملكية الفكرية، وده اللي حاصل وفقا لأحكام القانون المصري والقانون الدولي للمنظمات الرياضية بهذا الخصوص. الأهلي وهو بيحافظ على حقوقه وهو بينمي موارده وهو بيسعى للمزيد من التعاقدات الاستثمارية، بيسجل حقوقه الفكرية كاملة، وده أهمية هذا النص. ماشي، أهداف الأهلي. أيوه، الأهلي عايز يعمل إيه بقى؟ اقرأ براي وأنا هعلق. إيه اللي الأهلي عايز يعمله؟ أهدافه إيه؟ يهدف النادي الأهلي إلى أن يكون مؤسسة رياضية واقتصادية عالميا تعمل على دعم صناعة الرياضة. بصوا بقى الطموحات الجديدة وتنميتها، وبما يتفق مع المبادئ والأسس والقواعد المعترف بها عالميا للاستثمار الرياضي. هنا الطموح الجديد، هنا الأفاق الجديدة للنادي عايز يخترقها، وللتمويل الذاتي للأندية الرياضية، وبما لا يخالف أحكام وقواعد ومبادئ الاتحادات العالمية والمحلية والقوانين واللوائح المطبقة في مصر لتنظيم أوجه النشاط الرياضي المختلف. بعد كده تعزيز الأنشطة الرياضية على ومعدد الرياضات. أنا سعيد جدا أن المشرع هنا حط مجال الاستثمار وتنمية الموارد والإسهام بدور كبير في صناعة الرياضة في المقام الأول في أهداف النادي. ده لسه جايلك. ده لسه جايلك حاجات، عشان كده أنا مش قفشت حاجة في الغلطة مطبعية. لا، هي في الأهداف العامة فعلا. مش هنا. يعني كما يهدف النادي في الأساس إلى نشر وتعزيز ممارسة الرياضات التالية. الألعاب بقى اللي النادي بيرعاها. ما هم لو عديناه كده مش هنخلص يا إبراهيم، ده يجي 40 صفحة. طب اتفضل. احنا بنتكلم على المناطق اللي عايزين نتوقف عندها. اتفضل. واخد بالك؟ فعشان كده عايزك إنك تتوقف لي عند الحاجات اللي أنا والناس عايزين يناقشوها، وحضرتك طبعا. يعني ما تيجي تتوقف مثلا عند الأهداف الخاصة. بص هنا بيقول لك ايه اهم سطرين هم. بالاضافه الى ايه بقى؟ تعزيز المشاركه في انشطه الاجتماعيه الثقافيه الفنيه العلميه والتروحيه والمؤتمرات والاجتماعات بفلسفه وقيم النادي ذكرت بشكل واضح. ايه
بفلسفة قيمة النادي دعما لمنزلة النادي وتوجهاته العامة وصولا لأن يكون مؤسسة رياضية عالمية. عايز يوصل لمؤسسة رياضية عالمية تعمل على دعم صناعة الرياضة محليا وعالميا وفقا لما تقدم. وعندك اعتراض على أي حاجة من دي؟ لا لا تمام مية مية. بص بقى راح واخد الشباب في حتة لوحديه في ضمن الأهداف. يهدف النادي لتكون شخصية الشباب بصورة متكاملة من نواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية، نشر القيمة التربوية والاجتماعية وبث الروح القومية، هذه الدور الوطني بتاعه، وتنمية ملكاتهم وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لتشغيل وقت فراغ. يعني أهداف محددة وصولا إلى المواطن الذي يتمناه الوطن، وللنادي أن يتخذ كافة السبل للنادي يتخذ كافة السبل لتحقيق على الأخص كذا. دعم تاني أهو، إيه السبل بقى اللي هتوصل للمواطن ده إزاي؟ دعم القيم الأخلاقية، دعم القيم الأخلاقية أول حاجة، والقومية والرعاية الصحية بين الأعضاء من خلال آليات معينة يبقوا الناس. إنما أنا بس بأكد على المعاني اللي الناس هتتوقف معانا كلنا فيها. اتنين، تنظيم أنشطة التربية والإعداد القومي كله يعني مرتبط بالأهداف القومية. ثلاثة، إنشاء واستكمال الملاعب. أربعة، تنظيم محاضرات علمية ومش عارف إيه، ويباشر النادي اختصاصاته المبينة في الفقرات السابقة في حدود السياسة العامة والتخطيط الذي تضع وزارة الشباب. دي باجات كلها الأهداف الرياضية. في الأهداف الرياضية هتجد أهم بند فيه بند سبعة اللي هو، لا ده خلاص الأهداف الرياضية خلصنا. طبعا الأهداف الرياضية أنك أنت تكسب وترعى الرياضة والكلام. بند سبعة اللي عايزين نتوقف قدامه شوية أستاذ إبراهيم، اقرأ كده بقى بإمعان. النادي الأهلي هو هيئة أهلية خاصة ذات نفع عام. هيئة أهلية خاصة، خاصة يعني ملك أعضائه، لكن ذات نفع عام، هدفها تحقيق نفع عام للمجتمع، لا تستهدف الربح. بس عايز أقف هنا بقى، أنا معترض على دي. آه، دي في النظام القديم وكانت أحد العوائق في إنك أنت تستثمر. كل ما تيجي تتكلم يقول لك أنت مؤسسة لا تستهدف الربح. بس هنا في نقطة في المشرع. في فرق بين إن أنا أقول أنا مش من ضمن أهدافي تحقيق الربح. أنا أهدافي أنا بستهدف قيم أعلى، النفع الرياضي. النفع الرياضي ماشي، واخد بالك؟ إذا تحقق النفع المادي هيعني على تحقيق الربح. ما هو أنا خايف النص ده يكون قيد. لا 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 لا، طب اللي هقول لك ده مش نص اشتراكي. أصل كان الدستور قبل كده في القانون اللي فات بدايته، القانون ال 77 لسنة 75 اتحط في مناخ اشتراكي، فكان تقريبا بيجافي عملية الاستثمار. طب بعد كده اما انما هنا لما هو هنا قال لك هاخدها بالمعنى ده، انا مش هجادلك في دي. هو لا يستهدف الربح لكن انا قلقان منها، لا يحاربه. بس سجل ان انا قلقان منها. هو لا يحاربه، انا مش بجادلك، خلاص انا متفق، بس انا قلقان منها، قلقان من كلمة لا تهدف للربح، هتعرف ليه بعد شوية. طيب طب ما تكمل. ما انا هقول لك يا سيدي، ما تناقشنيش فيها. لا تستهدف، لكن مش انا العقاية. بص بقى، ولها ان تدبر اموالها وانشطتها بطريقه استثماريه. جميل جميل. بهدف الحصول على الموارد اللازمه من خلال تسويق خدماتها او انشاء شركات مساهمه. ده نص عليها، بس انشاء شركات مساهمه. تعمل في مجال تقديم الخدمات الرياضيه وغيرها من الانشطه لتحقيق اهداف النادي. انشاء شركات مساهمه. اه، المساهم اللي هيساهم معاك ده عايز ايه؟ يربح. عايز يربح ازاي؟ انا بحط له ان تعالى ساهم معايا في مؤسسه لا تهدف للربح. لا بس في حاجه انا خايف منها، انا مش طيب. بجادل، مش عايزين نفسر بالنيابه عنهم. انا بقول لهم تيك كير من الجمله دي، اذا كنتوا انتوا صح خلاص اقنعوا. انا يعني احنا دورنا هنا مش بن مش 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 بنروج، احنا بنصلح ولا بننق. انا قلقان من الكلمه. أيوة دي يعني اتمنى، وكويس ان انت اشرت لدي، لازاله هذا اللبس في الصياغه. النادي الاهلي هو هيئه اهليه خاصه ذات نفع عام، بس تتشال جمله لا تستهدف الربح. رأيي أدي أول اقتراح، إلا إذا كان عندكم تفسير قانوني يتعارض من أنك أنت تطرح شركتك. شلت هذا الالتباس في حاجات مساهمة. على فكرة
النادي مليان بقانونيين واساتذه. ممكن دي تبقى غلطه مطبعيه لان انت نقلتها من حاجه ثانيه. لا مش غلطه مطبعيه، اتمنى ان كل الناس حتى الاعضاء يقروا ويحطوا ملاحظات بمثل هذا النوع، لان مطلوب منهم. اه مؤكد ان في التباس، مؤكد ان في التباس، احنا بنساعد هنا. ماده 8 دي تتوقف عندها شويه يا استاذ ابراهيم لانها دي مربط الفرص. تاسيس الشركه يجوز للنادي بموافقه الجمعيه العموميه، وهنا مربط الفرس وممكن يكون مربط الحصان كمان، لان الخناقه الكبيره اللي خاضها ملك وكتابه مع مجلس الاداره السابق لليوم كل التقدير والاحترام، كنا مع اللائحه مش مع المجلس، كنا معترضين على اللائحه، اختلفنا على اللائحه، كنا معترضين على اللائحه اللي وقتها، وهنحاول نعمل مقارنه بين النصين لمصلحه الاهلي، لانه بمنتهى الامانه اذا وجدنا في هذا المشروع ما يتصادم مع وجهه نظرنا بان دي مصلحه النادي هنقوله، وعلى المشرع انه ينتبه. لكن وقتها اشرنا الى هذا اللغم الكبير جدا اللي كان مدفوع او مدفون في هذا المشروع، ويمكن كنا السبب من ضمن الاسباب اللي فتحت الحوار المهم جدا والمحذر جدا من خطوره بند زي كده من اللائحه، كان له تاثير حقيقي في مسار حتى العمليه الانتخابيه، لانه ده وعي اعضاء النادي وده غيرتهم وده حفاظهم على النادي. معرفش لو شوارب جاهز عنده مشروع الماده في اللائحه السابقه الخاصه بتاسيس الشركات هنعرضها وهنقول لحضراتكم كان النص ايه وكان الخطا فيه من وجهه نظرنا ايه. الماده العاشره 10 و11 بس جيب لنا 10 و11 بس. طب اعرض 10 و11 يا شوارب بس الاول بعد ما نشرح ده وبعدين تطلع 10 و11 عشان ما نشتتش. طيب الناس هنقول 8 هنا في اللائحه الجديده. يجوز للنادي بموافقه الجمعيه العموميه والجهه الاداريه المختصه، يبقى بموافقه الجمعيه العموميه، وده ده المهم جدا اللي احنا كنا معترضين عليه، والجهه الاداريه المختصه انشاء شركات مساهمه يساهم فيها مين؟ النادي واعضائه المستثمرون لاحدى الرياضات، مش كره القدم بس، اي لعبه، أو في مجال الخدمات الرياضية وما يرتبط بها من خدمات مختلفة، وطرح أسهمها للجمهور في البورصة وفقا لأحكام القانون، ويجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاط النادي. أهم حاجة بقى والنقطة الجاية هي المحددة أو المقيدة، ويجب ألا تقل حصة النادي في رأس مال الشركة عن 66%. ما حدش هيشتري النادي الاهلي، ما حدش هيمتلك النادي الاهلي، اي مشاركات هتحصل، اي شركات هتنشا، اي مستثمرين هيشتروا اسهم في حال طرح شركات للاهلي في البورصه، هيكون متاح قدامهم 34% من الاسهم. يعني هو الفكره ان الاغلبيه ببساطه ان الاهلي يمتلك اغلبيه القرار. بالظبط، الاهلي بهذه اللائحه عمره ما هيكون للبيع من بس اي كمل 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 لاني هقول لك. يجوز للماده 8 ب، يجوز للنادي بموافقه الجمعيه العموميه والجهه الاداريه المختصه تاسيس شركه مساهمه في بعض المجالات ذات الارتباط الوثيق بالمجال الرياضي، في مجال استيراد الملابس والادوات الرياضيه والمستلزمات وشركات المقاولات الرياضيه بهدف الاستثمار المالي، ويجوز فتح باب الاكتتاب بالأسهم في تلك الشركات سواء لأعضاء النادي أو لغير الأعضاء شريطة أن يكون رأس مال النادي في هذه الشركات لا يقل عن 66% من رأس المال. تلخيص سريع وتعليق سريع عشان نجري في الله. إذن هنا القيدين اللي احنا كنا عايزينهم اتحطوا، اللي هو ايه؟ شرط موافقة الجمعية العمومية، ايوه، وده كان مش موجود في الماده 11 للاسف الشديد في في في, في القديم، والشرط الثاني الاغلبيه للنادي الاهلي. ايوه، انا بس ليا انجاز لي ان اكون عضو نادي هنا واقول لك وليه 66 ما خليها 51، انا هطرح في الاسهم في البورصه دلوقتي، ها، فانا عايز اكبر عدد من الاسهم عشان اجيب اكبر عدد من الاموال والربح، لكن ال 51 هتديني نفس النتيجه بتاعت 66 الا اذا
كان لها مدلول مالي وقانوني انا ما اعرفوش، يبقى في الحاله دي حد يطلع يوضحه او يتمسكوا بيه. يعني انت عايز تقلل حصه النادي من 66 ل 51 الى الحد الادنى الذي لا يطيح به، الذي يحقق الاغلبيه، يحقق الاغلبيه اللي لا يمكن حد يقتربها، الاغلبيه الامنه زي اللي هي ال 51، الاغلبيه الامنه اللي هي 51، والباقي اطرحوا اسهم كلها الا اذا كان 66 هتدي ميزه اضافيه للاهلي فانا معاه. على فكره يا جماعه ده في اي شركه مساهمه النادي ينشئها، ربما تكون شركه مقاولات، شركه ادوات طبيه، 11 شركه كره القدم، شركه تنس، شركه باسكت، اي لعبه من العاب النادي يكون النادي يحتفظ ب 66% من اسهمها وبقيه الاسهم تطرح للبيع، وهنا مش للاعضاء، للاعضاء وغير الاعضاء في البورصه. لا بورصه كلمه بورصه، دي كلمه بورصه دي ترجعني للتعليق اللي قلته في الاول، يبقى هو في حاجه لا تهدف للربح تطرح في البورصه؟ طيب فما علي. نذكر بالنص بتاع الماده العاشره في المشروع السابق علشان نقول لما احنا كنا بنعترض كنا بنعترض اعتراض موضوعي. لا ده 10 ولا 11؟ هي 11 اللي فيه كره القدم فين؟ ايوه ما انا عارف يا حبيبي، في واحد اللي اعتقد 11 بتاع كره القدم هو ده. بص ادي الماده العاشرة. ايوه كانت 10 و11 يا شارف، لا ما صح 10 في، استنى عشان ما تضيعش وقتك، في بند منهم خاص بالملابس الرياضيه بتاع ده ماشي صح يا سيدي ماشي، ده 11 كره القدم اللي خطر بقى. شوف لا هو حتى في العشرة يجوز للنادي بموافقه الجهات الاداريه المختصة إنشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون في مجال الخدمات الرياضية وطرح أسهمها للجمهور وفق أحكام القانون، ويجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة أن يؤسس ذلك على نشاط النادي، ويجوز للنادي تأسيس حساب مالي مستقل وهيكلة تنظيمية وإدارية وقانونية بقطاع كرة القدم أو تأسيس شركات لإدارة كرة القدم، ولا يجوز لأي شركة خدمات رياضية يؤسسها النادي أو يساهم في تأسيسها مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. هنا البند المادة العاشرة 98% من الجهة الإدارية والمجلس الإدارة مد المسألة، لا 98% من حجم الصياغة متفق مع اللائحة بتاعت الأهلي الجديدة. ما تلخبطش الناس إبراهيم، خلينا في الحتة اللي لكن النقطتين اللي غابوا النقطتين اللي غابوا وقتها، مفيش سلطة للجمعية العمومية ومفيش نسبة محددة للنادي. بس أنت شلت الأغلبية وشلت الجامعه وسبتها لمجلس الإدارة والجهة الإدارية، بس اعترضنا احنا على دي وقتها حتى ايه للجهات الإدارية المختصة. وهنا لما اتكلم على الاستثمار والبورصة، الجهة الإدارية المختصة هيئة سوق المال مش حتى شباب الرياضة، في قانون الاستثمار الجهة الإدارية المختصة هيئة سوق المال، وكان مشارك في وضع اللائحة دي واحد منهم بالظبط. عشان كده هتلاحظوا حاجة، النص بالجمع أول جملة كانت ايه؟ بموافقة الجهات الإدارية المختصة. الجهات الإدارية هي في الصياغة الرياضية هي جهة إدارية، ما خليناش من القديم بقى. إذا هذه اللائحة سدت هذا العوار، غيبت الجمعية وغيبت حق النادي. اللائحة الجديدة بتقول إيه بقى؟ بتأكد على حق الجمعية العمومية إن هي أول كلمة نص عليها يجوز للنادي بموافقة الجمعية العمومية. إذا من غير موافقة الجمعية العمومية مفيش شركة بالظبط. اتنين، إن يكون الأغلبية المطلقة، هم حددوها ب 66 انا بقترح 51. ايه اللي بعده؟ الماده 11 في اللائحه السابقه اللي اعترض عليها، يجوز للنادي تاسيس شركات مساهمه، لا دي نقطه مهمه جدا يا باشمهندس، يجوز للنادي تاسيس شركات مساهمه في بعض المجالات ذات الارتباط الوثيق بالنشاط الرياضي في مجال استيراد الملابس والادوات والمستلزمات وشركات المقاولات الرياضيه بهدف الاستثمار المادي، اتقال ايه؟ على ان يجوز فتح باب الاكتتاب بالاسهم في تلك الشركات سواء لاعضاء النادي او لغيره، شريطه ان يكون راس مال النادي لا يقل عن 60% من راس المال. ايوه هو لما جه يعمل شركه مقاولات وشركه ملابس رجع للجمعيه العموميه، قال لك بعد موافقه الجمعيه العموميه. ايوه طبعا في الكوره ما رجعش، في الكوره ما رجعش بس. وساعتها احنا اعترضنا وقلنا ايها اهم للنادي الاهلي بس ما تتوقفش امام الماضي دلوقتي، توقف المشروع الجديد. لا علشان الناس تبقى منتبهه طبعا لحقيقه الموقف. اكتر حاجه إيه؟ يعني انا اول حاجه بصيت عليها هنا انشاء الشركات، ويجوز اللي احنا نقدر نطلع مواد نطلع فيها اي ملاحظات، ممكن احنا ما نقدرش غيرنا من القانونيين الكبار اعضاء النادي يقدروا، فعليهم المساهمه بدا
احنا لا نتحدث عن نص مقدس، ده مشروع بشري حطوه مجموعه من القانونيين في النادي، يمكن مراجعتهم، يمكن ضبط صياغتهم، يمكن الكشف عن نقاط قد تتصادم دستوريا، تتصادم مع القانون العام، لكن على الكل فعلا ان يبذل مجهود فيه. ماشي. دلوقتي ماده 9 بقى، تفسير احكام النظام الاساسي. التفسير، اولا التفسير: لمجلس الاداره حق تفسير اي ماده من مواد هذا النظام. هتتخض، ممكن تتخض تقول الله، طب المجلس بقى هو اللي هيفسر لي، بس كمل الماده الاخيره هتطمن. يجوز لمجلس الاداره، الحق في حق تفسير اي ماده، حق مش الحق المطلق، يعني مش هي بس من حقها انها تفسر، كذلك اصدار قرارات في المسائل التي لم تتعرض لها، يعني في مسائل مش موجوده في احكام هذا النظام، يبقى تاخد قرارات فيها بما لا يخالف قانون الرياضه والقواعد واللوائح الحاكمه بالاتحادات الرياضية الوطنية الدولية، على ان على في الاخر راح يرجع لمين تاني؟ الجمعية العمومية، على ان تعرض على اول جمعية عمومية عادية تالية لاصدار قراراتها النهائية. يعني حتى وهو عنده هذا الحق، ادى الناس حق يفسر وحق يدي احكام فيما لم يرد به ذكر في هذه اللائحة، بشرط ايه؟ ان ما تبقاش قرارات نهائية الا بعد اعتمادها من الجمعية العمومية، وهو المطلوب. طيب هل ده قرآن؟ لا. قابل للتعديل؟ قابل للتعديل. امتى يتعدل؟ قال لك يجوز تعديل مادة او اكثر من مواد هذا النظام بناء على ايه؟ اقتراح من تلتين اعضاء الجمعية، ثلثي اعضاء مجلس الادارة. يعني لو في تلتين من اعضاء مجلس الادارة اقترحوا تعديل اي مادة، او 10% او 5000 عضو من اعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. انا هنا انجاز لي التدخل وانت تدخلت ليك واحدة، انا مش شايف انه يبقى فيه اقتراح من ثلثي اعضاء مجلس الادارة. استنى، في الاخر ما هيعرض كله على الجمعية العمومية. تمام تمام. يعني من حقهم يقولوا عايزين نعدل المادة دي، طالما انك هترجع على الجمعية العمومية، ولو مش موجودة يبقى يجب ان ننص على الإقرار بس. ايه؟ تتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في التعديل. مش عايزين يا إبراهيم، عشان كده نتسرع. ويكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا في حالة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. الأول بس نتوقف إن إيه؟ أي تعديل، أي تفسير، من حق المجلس يقول، من حق الأعضاء يقول، من حق، لكن على أن تعرض على أقرب جمعية عمومية لاعتمادها. إذا لم تعتمد، هذا هو الضمان انك انت لا شيء يتم الا بالجمعيه العموميه. فاللي كان، انا لان في جنينه النادي انا سمعت كلام هم عايزين يعدلوا، قلت له يا عم اقرا بقيه الحاجه، على ان تعرض على الجمعيه العموميه، اذا ما وافقتش خلاص. طيب اذا ما اكتملتش، قول بقى النصاب بقى، هو ده المهم بقى. يكون اجتماع الجمعيه العموميه غير العاديه صحيحا في حاله حضور الاغلبيه المطلقه لاعضائها، او حضور 10,000 عضو ممن لهم حق الحضور ايهما اقل. وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، تدعى الجمعية العمومية غير العادية إلى اجتماع ثاني في خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا في حالة حضور 20% من عدد الأعضاء ممن لهم حق الحضور، أو 5000 عضو أيهما أقل، ويكون التصويت على قرار التعديل صحيحا بموافقة، يعني يحضر 5000 لو تلتينهم، اي تصويت يبقى بالتلتين، مش بخمسين زائد واحد بقى في. طيب. التعديلات هنا نقطة مهمة الناس تفهم. في التعديلات ليه قال تلتين؟ عشان ما يبقاش خمسين زائد واحد، لا الثلثي. طب هنا نقدر نقول النصاب القانوني في الاجتماع التاني ينزل عن 5000؟ لا. ليه؟ اذا الناس ما اهتمتش بقى خلاص، اصل 5000 دول فيما هو قادم من ايام، انت كنت بتتكلم بتقول 2000 وبتاع، ايام ما كانت الجمعيه العموميه 20,000، انت تجاوزت الربع مليون. طيب اصل انا عندي هنا حاجه، انت هتعدل البند او هتعدل النص، ما جاش ال 5000 الانعقاد الثاني، بيقول الامر لمجلس الاداره هو اللي بيقر التعديل ولا يؤجل حتى لاقرب انعقاد. ما هو كمان لما انت تقول 2000 مثلا، ما هي ال 2000 مش هيعبروا التعبير الكامل، مش هيعبروا تعبير كامل، هي المسألة في نفس الوقت قدرتك على الحشد بقى. لكن في نفس الوقت اذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني، عايز تخليها كام يعني؟ يفوض مجلس الاداره في اتخاذ ما يراه مناسبا اذا كان اقتراح التعديل مقدما من مجلس الاداره.
أما إذا كان مقدما من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق حضور اجتماعاتها فإن التعديل يكون غير مقبول. ليه بقى؟ آه. هتقول أنت مدي لنفسك حق كمجلس إدارة، افرض إن أنا عضو واحد قدمت اقتراح. إزاي يعدل الجمعية العمومية؟ لكن أنا لو التعديلات جاية من مجلس الإدارة وتعرضتها عليك مرة والتانية وأنت ما قبلتش، أنا نناقش بقى الحد الأدنى من يعني من خمسة عايزها ثلاثة عايزها يعني مش هي دي المناقشة، لكن فكرة إنك أنت يبقى الاقتراحات هتبقى ملزمة؟ لا طبعًا. بيقول لك يعني لو ما اكتملش النصاب في التاني وهو 5000 مجلس إدارة هيفوض. أنت عايزه يبقى أقل. أكمل لك. أنا عايز الخمس تبقى أقل. تلاتة. قول رأيك تبقى تلاتة. تبقى تلاتة ماشي. تبقى 2.5 يعني 2500. يعني خليها تلاتة. افرض. تلاتة. لو ما اكتملتش هيتفوض مجلس الإدارة. ما دي حتى في اتخاذ الميزانية. بص بقى. لا في اتخاذ ما يراه مناسبا. إذا كان التعديل إذا كان اقتراح التعديل مقدم من مجلس الإدارة. نقف هنا. أنا مجلس الإدارة قدمت لك اقتراح، طرحت عليك مرتين تلاتة. انت ما جيتش. انت ما جيتش يبقى انت خلاص عايزني اعتمده، وقلت لك لو انت ما جيتش يبقى انا خلاص انا اقتراح نافذ، بقى انا اللي مقدمه كمجلس اداره. لكن لما انت كعضو بقى قدمت حاجه بتعديل في واحد قدم تعديل في الجمعيه العموميه مثلا عايز يقول ايه ان الـ الـ الاولاد لحد سن 30 سنه ما يدفعوش يبقوا اعضاء يعني ممكن اضمه واحد ظروفه كده، ما تبقاش ملزمه دي لان لم هذا لم يطرح على الجمعيه العموميه، لكن انت طرحت خلاص التعديل كمجلس اداره. لا هو مجلس الاداره دي حاجه قديمه. بقول لك اما اذا كان التعديل مقدم من اعضاء الجمعيه العموميه ممن لهم حق حضور اجتماعاتها فان التعديل يكون غير مقبول. غير مقبول. طب انا اخلي ده غير مقبول في نفس الامر لمقترح مجلس. لا يا حبيبي انا مجلس اداره وانا بدير الامر عندك، ها شايف ان انا العمل يبقى سهل في 1 2 3 خلاص. يبقى انت دلوقتي طرحته عليك انت ما جيتش، لكن عضو النادي دي هتلاقي عشرات هتقبل، ممكن يجي لك 1000 اقتراح، ممكن يجي لك 1000 اقتراح من اعضاء النادي مختلفين، وممكن يجي حاجات تتعارض مع بعضها. طيب ممكن تسمح لي انا بالرأي؟ انا فاهم وجهه نظرك، انت عايز تقول مش عايز ادي المجلس الحق. بالظبط. طب وافرض انت انا ايسر النصاب القانوني للانعقاد. انا معاك، ايسر. انا خلاص وافقتك. ليه؟ لانه انت هتقول لي ال 2000 لا يعبروا التعبير الدقيق عن جمعيه فيها 500,000. طب اذا كان ال 2000 او ال 3000 لا يعبروا، يبقى ال 10 افراد لا يعبروا اللي هم اعضاء المجلس هيرد حتى لو منتخبين، بس في الجزئيه دي مش مفوضيه. ماشي قول خفض خفض. ليه؟ لانه انا ممكن وقيمه التشريع يا جماعه انه لا يعني مجلس بعينه ولا فتره معينه، انت بتتكلم دستور. أيوة اللي باصين ان هو المجلس ده هيجي لنا ناس ما نعرفهاش في مستقبل النادي. في قادم الزمن اجي في مستقبل النادي يجي مجلس الاداره رايه انه ما يبقاش نائب واحد، يبقوا 2 نواب، يروح ضايف ومغير، وفي تاني جلسه الانعقاد ما تمش بقى فيه 2 نواب، الغى امين الصندوق، الغى الشباب، يعني العب في الجسم نفسه. ابراهيم خلينا احنا بنناقش. لا عشان خطوره الماده حبيبي، ما متفقين احنا بنناقش مواد دلوقتي مش بناخد قرار. اتفضل. لانه بعمال يقول لي الوقت. اتفضل. احنا وصلنا لايه؟ المادة 10 فيها نقاط مهمة جدا. بس هو دي عايزين نخلصها قبل ما من. يحافظ النادي الاهلي، ودي بقى عضوا عليها بالنواجذ، يحافظ النادي الاهلي واعضائه وادارته على اعلاء المبادئ والقيم التي حافظ عليها النادي الاهلي منذ تأسيسه. دي النقطة المهمة جدا اللي الناس كانت بتقول يعني ايه مبادئ ويعني ايه قيم الاهلي. لا، يبقى عندي نص في دستور النادي يلزم أعضاء مجلس الإدارة ويلزم رئيس النادي ويلزم أعضاء النادي ويلزم كل المنتسبين للنادي وتطبيق. لإعلاء قيم ومبادئ النادي، مش اختيارية، ملزمة جدا بنص دستور النادي اللي هي لائحته.
المادة العاشرة: يحافظ النادي الأهلي وأعضائه وإدارته على إعلاء المبادئ والقيم التي حافظ عليها النادي الأهلي منذ تأسيسه، وأهمها أن النادي الأهلي نادي المبادئ. قبل البطولات ما يجيليش مجلس إدارة معين في أي حقبة يدوس على المبادئ علشان نكسب مباراة، لا، الدستور بيقولك الأهلي نادي المبادئ قبل البطولات، وأن مصلحة النادي الأهلي تعلو مصلحة أبنائه. بقت في ترجمة تشريعية للأهلي فوق الجميع، لعبارة الأهلي فوق الجميع، بقى في عبارة تشريعية: تلتزم إدارة النادي بتشجيع التميز لدى الأعضاء، هنا الحث على التفوق، ويا ريت كلمة التميز يعاد صياغتها. تلتزم إدارة النادي بتشجيع التفوق، المفروض تكون التفوق مش التميز، لأنه التميز ربما تكون في اشتقاق لفظ للتمييز، وده غير مقبول، لدى الأعضاء، ورعاية الموهوبين سواء على المستوى الشخصي أو المستوى التعليمي أو البدني، وتقديم تجارب رياضية وترويحية تثبت القيم والأخلاق وتنبذ التعصب والعنف لدى اللاعبين والأعضاء والمشجعين. ولا يجوز بيع أو تقديم أو تناول المشروبات الروحية والكحولية أو المواد المخدرة أو مزاولة ألعاب الميسر أو المراهنات داخل النادي. هنا نصوص واضحة جدا وصريحة على بس دي حماية القيم. يعني ماشي تمام، بس ده كله حاجات خلاص القانون حكمها، مفيش ميسر مفيش بتاع. لكن احنا عايزين نقول هنا ايه، داخلين بقى احنا كده خلصنا الباب الأول. مع انتهاء الباب الأول خلص وقتنا الأول. احنا عايزين بعد كده نشوف طريقة ازاي نبقى كومباكت اكتر من كده، نركز على هيبقى عندنا وقت. احنا طبعا يوم الخميس ان شاء الله كان ممكن جدا يا جماعة ان احنا نبقى جايين قارين اكتر من كده. الكلام ده اتيح لنا يعني قبل يوم بعد كده هنمشي اسرع شوية، وانتوا كمان هتكونوا قريتوا وعرفتوا حاجات. لكن الملاحظ ان الاهداف والهوية وتأسيس الشركات والكلام ده عالجت جميع النقاط التي كانت تقلقنا. المؤكد أنها لائحة مهمة جدا، نصوص دستورية مهمة جدا، مسؤولية تشريعية لدى أعضاء النادي مهمة جدا، لأنهم هم من سوف يقررون مصير ومستقبل. ملاحظتين برضو عشان نلخصهم برضو يا استاذ ابراهيم، لان ده هو ده الهدف من كل ده. الحكم صفر؟ لا ما يصفرش. ملاحظتين مهمين جدا، ملاحظه ليا ملاحظه ليك. الملاحظه اللي ليا ان انا عايز اراجع كلمه في التعريف، هو نادي خاص ذو نفع عام يتشال، لا يهدف للربح، يتشال عباره زياده، يشيلها او يقول لنا انها مش هتتعارض مع الاستثمار. الملاحظه بتاعت حضرتك انك عايز تنزل ب نصاب الجمعية العمومية الثانية في حالة المقترحات، خمسة مثلا يبقى 2.5 في حال المقترحات. وده ادي وجهة نظرنا كبرنامج، والباقي والتفوق بدل التميز. ماشي اوكي، كل سنة حضراتكم طيبين، دمتم للأهل دائما، ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير. نلتقي في 9 مساء الخميس القادم إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. تحية وجلالة.